Bonsoir la جميع. عم تسمعوني؟ عم تسمعوني؟ اكتبوا لي بالشات. اوكي. رنا انت عم تسمعي؟ قلتي لي it's kicking you out. Bonsoir, Anna Marie. Bonsoir. إذا سكرت الكاميرا بتقدري تحكي بسمعي أحسن؟ معقولة عندك مشكلة بالإنترنت رنا؟ يس بالإرسال ما بعرف أنا حاطة 3G and it's not working properly. غيرتي لوكيشن. عم تسمعوني هلا منيح؟ ايه انا عم بسمعك، عم بسمعك. إذا غيرت اللوكيشن كمان السيرفيس. اوكي. غيرتها. I was كنت هونيك غيرتها. هلا عم تسمعوني؟ ايه يا حبيبي عم نسمعك. المهم انتم تسمعوني. اوكي سو فينا نبلش؟ ايه رنا اكيد. All right. رامي إذا حدا رفع إيده هيك انبلا yes, إذا عندك شي سؤال رامي أو عندك مشكلة بليز اكتب بالشات. إيه بفضل نكتب بالشات. So basically بونسوار للكل وعدنا معكم اليوم رح نحكي أشياء جديدة أكيد وأشياء شوي قديمة عن أهمية السوشيال ميديا. حضرنا لكم أشياء موثقة من أكيد أهم الأكسبرتس برعاية عرابنا إريك واري. طلعنا باك على سامتس كتار من 2018 لليوم واكتشفنا أنه في كتير كومن تيبس بنستعملهم نحن مع الأكسبرتس وحبينا كمان أنه نعرفكم عليهم. هلأ اليوم رح نحكي أكتر شيء عن كيف أنه نوظف السكيلز تبعولنا يلي متعلمهم بالكتاب ويلي متعلمهم كمان بالترينينج تبعولنا دايما بالسوشيال ميديا بطريقة صحيحة لحتى نقدر نحافظ على الليست تبعيتنا بطريقة منيح سليمة يعني وكيف انه لازم نعمل good relationships علاقات جيدة مع الأشخاص يلي نحنا ما بنعرفهم وعم نتعرف عليهم كل يوم. وأيضا رح نعمل exercise هيك exercise شوي جديد ممكن انه كمان يوسع الآفاق تبعنا a positive exercise ومع دولي أكيد رح نتعلم على tips جديد كيف نحول البروسبكتس يلي هن جديد basically لكاستمرز من خلال تيبس اكيد كلياتهم من جو برو اكاديمي. اشتغلنا على اكثر من جهه هالمره لحتى نعطيكم معلومات جديده لانه بالسابق مرينا على كثير امور للمبتدئين وحسينا سوا انا ودولي انه لازم نبلش معكم بأشياء جديدة لحتى أنتم تبلشوا تقلوا وتفادوا. بالإضافة أكيد رح نعطيكم إياها بتشوفوا أنه نحن على طول منراقبكم ومنشوف شو بتحطوا من بوست من ستوريز من لايف إيفنتس بتعملوها وحتى من أشياء يمكن تكتبوها ملاحظات عامة أكيد مش ملاحظات شخصية ولا فردية. بيسكلي رح نبلش هلا انا وقلي نرمل اول شيء عن اهميه تكونوا انتم اكسبرتس باليوم اوريدي انتم كمان بتعرفون شاركوا بسام معينين عارك ولي وكانوا دائما يطلعوا بافكار جديده وكرييتيف وهذا يلي نحن عن جد حابين انه نشوفه منكم انه يكون في كرييتيفيتي يكون في هيك اشياء ابداعيه مثل ما عم نشوف الاشخاص بالمنبر تيم
members موجودين دائما عم يكون في عندهم هيدا التعاطي الواسع، عم بيزيد عندهم الفولورز وعم بيزيد عندهم الانتجريشن. بس نحن كمان بدنا نشوف تطبيق بهيدا الشيء، مش بس انه انا زاد عندي عدد الفولورز او انه انا زاد عندي عدد اللايكات، بهمني بالانبوكس شو عم بيصير، بهمني التفاعل one to one person، وهيدا هو المهم. انا انا ماني طالعه اعمل بلوجر على السوشيال ميديا ولا انه يكون في عندي فانز او اي شيء معين، هيدا بدنا نشوف بس لنا والبرولنا وكيف رنا الصوت مش واضح حبيبي، عم بقطش. رنا بعدك معنا؟ هلا عم تسمعوني؟ ايه بفضل انك تسكري الكاميرا لحتى ما كثير يصير. سكرتها الكاميرا، سكرتها. ما بعرف اليوم ليش هيك الارسال، يعني يمكن لانه كثير محمسين، اعطينا بوزيتيف فايبس كثير لهالسيشن جايز. سو ما هلا اكيد رح ترجعوا تسمعوني وكل شيء رح يكون منيح. سو المهم انه نطبق الكونتنت واللي رح نحكي عنه اليوم ونشتغل على اساسه لحتى نقدر انه نوصل لمطرح ما نحن بدنا نوصل، و يعني بالطريقه الصحيحه، مش انه انا جيت حطيت بوست ويلا. رح نبلش انا وانتم مع دولي تو شير ذا سكرين. مثل ما انتم لاحظتوا العنوان اليوم اكيد مختلف، مش اهميه السوشيال ميديا لانه صرنا نعرف قديش هي مهمه. رح نشوف اكزامبلز عن اذا بدكم انفسترز واكسبرتس، يعني اخصائيين بالنتورك ماركتينج من وراء السوشيال ميديا قدروا انهم يحصلوا على اهدافهم واهداف غيرهم كمان. سو فينا نبلش دولي باول سلايد از ان انترودكشن. انا اليوم حابه احكي عن 4Gs. هيدول الفور جيز هو انه انا احط الهدف قدامي وبلش فيه وكبره واكبر فيه تأوصل والمع. ليش عم بحكي عن انه المع؟ لانه انا رح اكون اكزامبل لكتير اشخاص رح يوثقوا فيي، بالتالي هول الاشخاص لما رح يتعرفوا علي عن جديد رح بيفوتوا بيشوفوا اريل انتربرنور، اريل نتورك ماركتر، مش بس أنا حيلا شخص عادي بهيدا الحياة. وهيدا يلي نحنا دايما كنا حابين أن نوصلكم إياه أنا ودولي، وأكيد دايما بالترينينجز من متمرقوا أنتوا بتحكوا عن كيف لازم يكونوا البوست موجودين وأهمية الكونتنت يلي فيهم. سو أنا بالفور جيز بغض النظر عن أهمية السوشيال ميديا بحياتي، حطيت هالجول قدامي بدي فرجي هويتي، بلشت فيها عم كبرها وعم لألمع وعم باخد أصداء كتير قوية. بالإضافة للسفن سكيلز، نحن اليوم رح نتعرف على أهم السكيلز يلي هي الفايندينج بروسبكتس. حضرتوا الليست تبعيتكم، تاني سلايد دولي بليز. حضرنا الليست تبعيتنا، حكينا مع اقرب الاشخاص، بلشنا بالورم ماركت، دعينا، وبهيدا الوقت شو كنا عم نعمل؟ كنا عم نحضر البروفايلز تبعولنا، كنا عم نسيف ستوريز عن الترينينجز اللي عم نعملهم كل يوم، عن الدي ام او، عن اللايف ستايل اللي انا عم عيشه، كيف عم تعمل ولادي اكل صحي، كيف عم بحكي عن فوائد الانجريدينتس الموجودين بالمكملات الغذائيه يلي انا مسؤولة عن المران تبعيتهم، بالإضافة لحياتي اليومية والفيديوز اللي أنا عم حطهم كلايف، لايف فيديو، لايف ستريمز، وعم شارك مع الأشخاص معطياتي وشو عم بعمل كل يوم، بروموتينج للإيفنتس تبعول التيم، بالإضافة أكيد للإيفنتس الكبار تبعول التيم الكبير. سو
بلشنا بهيدول الأمور كلياتهم وصلنا للكولد ماركت. من وراء هيدي الكولد ماركت رح فرجيكم أشخاص أنتوا اليوم رح تتعرفوا عليهم وقردي كمان كنتوا بتعرفوهم قدروا يوصلوا لمحلات عالية كتير، وهيدا هو يلي نحنا عن جد حابين أنه نوصل له. رح نبلش مع ري أند جيسيكا هيدجن يلي عملوا ريكروتمنت لأكتر من 700 شخص من خلال السوشيال ميديا، وهيدي حقيقة مثل ما أنتوا شايفين البوستر مع دولي بشكل صحيح. ري وجيسيكا هيدجن قدروا انهم يعملوا كتير فولوورز على الفيسبوك، وساعدتهم السوشيال ميديا انهم يوصلوا لأكيد اريك واري ولا لاس فيغاس، وهون عم نحكي عنهم بالام جي ام جراند لاس فيغاس بديسمبر 2018 كانوا هن سبيكرز هنيك، خبروا عن الاكسبيرينس تبعيتهم. وانا بدي اقول لكم شيء كتير مهم اليوم، انه هدول الأسماء يلي أنتوا عم تشوفون نحنا ما حطيناهم بس هيك، أنا ودولي اشتغلنا اليوم سوا لحتى نقدر نعطيكم أسماء، ونحنا منعرف أنه أنتوا بتتابعوا يمكن مرات بتاخدوا نوتس. هدول الأسامي أنتوا بتقدروا أنه تروحوا عندهم كرفرنس على الشانلز تبعولهم، على الدوكومنتريز تبعولاتهم، ونحنا دايما أصلا من هلأ وبل رايح رح منبلش نشتغل على هن شو عندهم سكيلز وناخد منهم لحتى نقدر نفيدكم دايما. منوصل لعند حبيب قلبنا كلنا فريزر بروكس، يلي أكيد أنتوا بتعرفوا أنه هلأ كمان في ترينينجز خاصين لإله، هو كتير عم بفيد لأنه استفاد من السوشيال ميديا، بس المهم أنه نشتغل صح لحتى نعرف كيف نستفيد. وأنا بعرف أنه كل واحد فيكم هلأ عم بفكر وعم بيقول أنه أنا بقدر أني أعمل أكتر، لأنه في أشخاص بالتيم قدروا بوقت قصير أنهم يحصلوا على أعداد هائلة من الفولوورز ومن الريكروتمنتس، يمكن من الانتجريشنز عم بتزيد علاقاتهم. بالنسبة لفريزر بروكس صار عم يعطي مثل consultations يعني استشارات لا شراك معينة خاصة بالسوشيال ميديا، كرمال يشتغل كانترناشنال سبيكر يلي قدر يمثل 16 بلد لحديت اليوم. فريزر اشتغل على السوشيال ميديا كتير على التاكتكس والستراتيجيز، يعني اشتغل على خطط لحتى تقدر توصلنا كنتورك ماركترز بال11 شهر اللي قطعوا. اكيد انتم عم بتتابعوا وبتعرفوا انه فريزر عنده تشانل خاصة عليها آلاف المتابعين، واكيد بتعرفوا كمان انه اكسلريت تيم شافوه ليتلي وعطى كتير ترينينجز لإلهم كمان هالقد مهم السوشيال ميديا صبايا وشباب. نوصل لعند ناديا وجون ميلتون كمان أشخاص كتير مهمين، لأنه هون بلشنا نحكي مصاري، يمكن غير أشخاص ما حكيوا عن مصاري، هون they are proud فخورين كتير أنه من خلال السوشيال ميديا والسوشيال ماركتينج تبعيتهم قدروا أنه يحصلوا على 25 مليون دولار من وراء فيسبوك، وقدروا انهم يعملوا قاعدة كاستمرز، قاعدة زبائن يلي الاكاونتس تبعيتهم بتوصل تقريبا ل 80% من الفوليوم تبع الانكم تبعهم، يعني الراتب الشهري هو 80% من فيسبوك اكاونتس للتيم تبعهم. هيدا التيم هو جلوبال اكيد لانه مغطى قارات، لما بنحكي جلوبال يعني مغطى قارات، أربع قارات يلي هن تقريباً 1000 نيو سوشيال ماركترز و 8400 كاستمرز جداد. هيدي عم نحكي نحنا بالشهر اللي راح، يعني بظل الكرايسز اللي احنا عم نشوفها، يعني الكرايسز هي المشاكل العالمية يلي عم نشوفها ونعاني منها، سوشيال ميديا قادر انه يكسح الأسواق العالمية، خصوصي لما بيكون عم نحكي عن نتورك ماركتينج. هلأ أي شيء نحن بدنا نشتري، صرنا دواء بدنا نشتري أونلاين، كونتالو عم نشتري أونلاين، فكيف إذا كان عندكم أكاونت كامل بيحكي عن أشخاص مثلكم أنتو حيكونوا مصدر ثقة لناس يقدروا أنهم يغيروا حياتهم بكبسة زر. رح نوصل هلأ لعند روب سبيري يلي كمان هو شخص كتير مهم بالسوشيال ميديا، عمل كتاب اسمه The Game of Network Marketing، عنده فوق 100,000 أكيد
فولوور اللي هن بس entrepreneurs. ما عم نحكي نحن هون عن يعني regular people, عن أشخاص عاديين, عم نحكي عن 100,000 entrepreneur. قد ما هو مهم الكونتنت اللي بحطه روب سبيري, وأنا بحب إنه كلكم تفوتوا تشوفوا عنهم هدول الأشخاص اليوم, قد ما هو مهم أوكي قدر يعلم كتير أشخاص, آلاف الأشخاص, إنهم يحضروا البزنس تبعيتهم أونلاين, وأنتوا بتقدروا to invest your time, يعني توظفوا بوقتكم إنه تحضروا كمان هيدول الأشخاص يلي اليوم نحن عم نحكي عنهم لحتى تتعلموا منهم, لأنه يعني المعرفة ولفت النظر على أمور جديدة نحن ما بنعرفها وكيف نوظفها بمكانها الصحيح, هون نحن عمال نمشي صح. أما بالنسبة ل هالي هوبسون, كمان هالي شوفوا شو كانت تعمل. هالي كانت تعمل ريكروتمنت من 14 ل20 شخص بالشهر من وراء السوشيال ميديا. اوكي يعني اكيد هي عم تتعرف على كتير اشخاص كل يوم. نحن حكينا بالسابق انا ودولي على طرق التعارف على الاشخاص يلي هن كولد ماركت, ونحن اليوم بدنا نحكي انا ودولي عن شيء كتير مهم ما نتغلبط فيه, يلي هو انه انا عم بتعرف كل يوم على اشخاص جداد. هالي هوبسون عملت ريكروتمنت, بس هيدي الريكروتمنت من بعد شو عملتها؟ مش دغري هاي كيفك, كيف صحتك, انا هيك 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 بشتغل, حابه انك تجوين مي. اكيد لا, كلكم بتعرفوا هيدا الشيء انه اكيد لا. انا بالبدايه لما بدي اعمل بروسبكتس جداد بدي اتعرف عليهم بطريقة معينة حكيناها من قبل, إن كان بالجروبس, إن كان على بيجز, إن كان بأكاونتس معينين, common friends. أنتوا بتعرفوا عم تتدربوا أكيد بالستارت أبس, كمان سبت وأحد مع الصبايا والشباب كمان رح بخبروكم. سوشيال ميديا لما بيكون عندي cold market as prospects أنا ببلش معهم step by step ابني علاقة موثوقة, ولحتى يصدقوني هيدول الأشخاص لازم انه الاكاونت تبعولي يكون موثق او بيقولوا trustworthy, يعني نحن بنقدر انه نمثل اشخاص موثوقين. يعني انا لما بفتح الكومنتس على صورة دولي بشوف برافو, بشوف proud of you, بشوف انا كتير مبسوط شو حققتي, بشوف اشخاص كتير مبسوطين بدولي وعم يدعموا دولي, بنزل بعمل scroll down بشوف دولي عاملي رانك جديد, تحت شوي بشوف صباح الخير النهار نهار حلو, بكون برا بلبنان خربان الدنيا دولي مبسوطة. اوكي هول الاشخاص بدنا نحنا من خلال البوست تبعنا انه نشدهم نخليهم يسألوا حالهم أسئلة. إذا ترددوا أول مرة وتاني مرة وتالت مرة الرابعة ما رح يترددوا انهم يحكوا معنا, خصوصي لما يكون الأكاونت تبعنا public. نرجع من عيد public لحتى لا يقدروا يوصلوا البوستات تبعولنا بشكل صحيح لأوسع شريحة من العالم. وأهم شيء انه نحط tags أو هاشتاجز, يلي كمان هلأ دول اللي رح تخبركن عنهم قديش مهم الهاشتاج يا جماعة هالأيام, وانتو بتعرفوا القضايا هلأ السياسية قديش عم تلعب دور. تخيلوا انه بالقضايا اللي قطعت شوي لورا كان في هاشتاج, كان في حرب هاشتاج, مين ربح مين ربح مين انتصر بالهاشتاجز. تخيلوا بلدين حرب على الأرض وحرب بالهاشتاجز, وما أكيد أحكي زيادة لأنه مش هيدا هو التوبيك تبعنا, بس هدفي أقول إنه الهاشتاج كتير مهمة, والهاشتاج كتير أساسية إنه أنا حطها بشكل صحيح. يعني لما نحن عم نحط أبسط example The Royal Team by تانيا, بدي أطلع غيري كيف عم بيحطها حتى أوصل للهاشتاج اللي هو تقريباً 1000 بوست. إذا ما بعرف بسأل حيلا حدا بالتيم بيساعدني. وصل لمحل هون رح أحكي أنا وياكم إنه هيدول الأكسبرتس اللي هلأ أحكينا عنهم منهم أحسن منكم بشي, إلا إنه اشتغلوا صح وتدربوا وتمرنوا لحتى قدروا يوصلوا على الأوبورتونيتي يلي هي هلأ بين إيديكم. الأوبورتونيتي يلي هي الفرصة لنتعلم منهم أنا وإنتو ودولي وكلنا
كل فترة وفترة رح نطلع معكم بحوارات جديدة عن الكيز، عن المفاتيح اللي هن بيستعملوها، مع لمستكم الشخصية السحرية رح بتضيفوا انتو على الأكاونت تبعولكم وعلى حياتكم الفيرتشوال، يعني على حياتكم السوفتوير إضافة ولمسة ممكن انه توصلكم لمحلات كتير حلوة، وانتو بتقدروا انكم تعملوها، لأنه إذا هن قدروا أنتوا أكيد بتقدروا. شو بيعملوا هيدول الأكسبرتس؟ عندهم أكاونت برايفت، مش برايفت يعني برايفت أنه مسكر هذا الأكاونت، لا هو بيرسونال أكاونت. ياس الحياة الافتراضية، ثانك يو دينا. عندي أنا هالبيرسونال أكاونت يلي أنا حاطة عليه حياتي من الصبح لعشية، شو عم بعمل أنا as an entrepreneur، كيف عايشة as a wellness coach، كيف عايشة. دايما بحكي عن فوائد الأكل الصحي، دايما بلفت نظر الناس على الأشياء الممنوعة، على الأشياء اللي لازم أني أكلها. أنتوا عم تحضروا كتير ترينينجز عن البرودكتس، وعندكم شانل كامل بتقدر تخبركم عن هدول الأمور. سو كمان invest in the content، تشتغلوا على هيدا الموضوع أنكم تحطوا content كتير مهم، مش بس أنه يقروا العالم، لأنه ما بحبوا كتير أنهم يقروا، بحبوا أنه يشوفوا شيء سريع فيكم بكل بساطة. تعملوا فيديوز قصار، سلايدز قصار، مدتهم 15 ثانية أو 30 ثانية، حتى ممكن أن يكونوا دقيقة، تحكوا فيهم كل جمعة إذا بدكم عن أهم الانجريدينتس الموجودين مثلاً بالمتممات الغذائية يلي موجودة عنا، من دون ذكر أسماء، لأنه هيدا personal account، هيدا اللي عم بحكي عنه هلأ اليوم، الفرق بيناتهم. بالpersonal account شو هدفه بحياتي؟ يمكن نحنا ما كتير ذكرنا أو ما كتير بالبيجينرز سيشنز، يعني الابتدائية، المراحل الابتدائية اللي كنا عم نتعلم نحنا وياكم فيها على السوشيال ميديا، ما ذكرنا أنه البيرسونال أكاونت يا جماعة هو مصدر ثقة للناس الغريبة عنكم. أنا هلأ بطلع بشوف اسم ET Management بيحكوني، ما برد عليهم. ممكن إذا أنا هيك حبيت أني أتحشر فوت لعندهم ونشوف، ما بلاقي عندهم بوستات، بلاقيهم برايفت، علامات استفهام كتيرة، ما بياخد ولا بعضي. بس لما بفتح البيرسونال اكاونت تبع دولي وبشوف العجايب، بشوف هايلايتس، مسايفي فيهم دولي من 4 سنين انه عم تشتغل as a wellness coach، as a business developer، as a positive vibe person، بشوف هي كيف حياتها، شو عم بتحط. طبعا عم بحكي عن دولي انا لانه هي بوجهي غير انه ما بدي اذكر اسماء، يعني لا حدا ياخذ اشياء بيرسونال. سو از ان اكزامبل، يو ليد باي اكزامبل، وهذا الشيء لازم انه يتطبق على صفحاتكم من اول ما بتبلشوا، حتى من قبل ما تصيروا باول رانك اللي هي الاكزيكتيف. موصل على مطرح اسمه البزنس اكاونت او البزنس بيج، وهيدا ورح ارجع كرر مرتين، منكن ملزمين فيه ابدا. بيرسونال اكاونت ملزمين فيه ولازم انكم تكونوا فيه، مش بكره حدا يقول قلتوا هيك وانا بدي ساعدكم، انا وضلي وكلنا بدنا نساعد بعض لحتى نوصل لمطرح ما هلا رح اخبركم بعد شوي. بزنس اكاونتس منو للاشخاص يلي ما بدها تعمل بزنس اكاونت. انتم فيكم بالماسنجر أو بالدايركت مسج على إنستغرام، بإنستغرام هو ذاته أو بالفيسبوك تقدروا أنكم توصلوا للبروسبكتس اللي عم تتعرفوا عليهم كل يوم بطريقة إندايركت. عم بيصير في قرابة، الغريب صار قريب، هيدي هي الفايندينج بروسبكت بكل بساطة، الغريب صار قريب. موصل لمطرح انه انا هون بدي بلش اتطلع على شو بدي احط بهالاكاونت يلي هو بيسكلي بزنس او للكاستمرز، بتطلع how to prepare my example my account in order لحتى لاني انا اوصل على المطرح المهم انه انا بدي اتطلع على اللايف ستايل تبعيتي. بيجي حدا بيقول لي طب انا ما بعمل شيء كل يوم، انا قاعد بالبيت قدام هالشاشه عم بتدرب مع دكتور تانيا من الصبح لعشيه، عم بعمل تليفوناتي، طب انا مثلا كتير شخص محافظ ما بحب اني احط صوري. ما تحط صورك، حط صور شخص حيلا شخص عم يحكي على التليفون،
بيان خياله. في كتير صور صبايا وشباب تقدروا انكم تتحكموا فيهم، وهيدول مفتوحين بابليك قدام كل العالم. مش انا فوت عند اكاونت دولي حط صورة دولي محلي، لا، هولي على بنترست، على جوجل، على اي شخص يعني بابليك، اوكي، منقدر نحن نتمثل فيه، مش ضروري انه نحط صورنا. وصدقوني بتقدروا توصلوا. اعملوا اتراكشن، جذبوا الاشخاص الغريبه من حولكم، خليهم من خلال اللايف ستايل تبعيتكم انه انتم شخص مهم بالحياه، خصوصي لما انتم تحطوا هيك بوستات ويولع البوست بالكومنتس وبالشيرز وباللايكس وبالهيصه كلياتها. الغريب رح يتطلع، واو شو هيدا، شو عم يعملوا هول، شو عم يعمل هذا الشخص. حطوا important وefficient content. شو يعني؟ يعني حطوا معلومات كتير مهمة، مش بس انتو حبيتوها، حطوا معلومات مهمة للعالم، العالم تتطلع تقول حبيت، والله هيدا شيء مهم. هيدا الكونتنت رح يعمل reflection لشخصيتكم، ويعمل شخص يعني مثل انه مش بس لشخصيتنا، كمان للفيوز تبعولنا. مش غلط انه انا احكي عن الويلنس كل يوم، ما شفت حدا منا حكي عن ويلنس، قليل كتير. احكوا عن positivity، احكوا كيف انتو you can grow your business، لانه كل الاكسبرت اللي انا حكيت عنهم هلا، وان احنا من فترة حضرنا the most powerful women، حضرناهم على فترة ايام، شفنا شو عم يعملوا to grow their business. يعني كله هيدا social media to grow my business. خلينا نكون بروفيشنال بهيدا الشيء، مش انه حملت هالصوره وعملت لها شير او حطيت بوست كيف ما كان، او حتى كتبت ما بعرف شو كتبت، اوكي. وهيدا الشيء رح اعطيكم هلا اكزامبل اكيد عليه من بعد ما احكي عن هالمعلومات المهمين، اوكي. حطوا عن الديلي روتينز تبعولكم، فرجوا العالم ان انتم عم تتغيروا. مش غلط نحكي عن شيء عيب كان فينا وتغيرنا فيه، مش غلط فاجئ العالم اطلع لايف شي نهار، اعمل فيديو. ودايما اهم شيء لازم تعملوه انه تصدقوا 100% انه هيدول البوست يلي انتو عم تحطوهم رح يوصلوا، رح يلاقوا تفاعل، رح يكونوا كتير مهمين. يا أطشي كلمة هون شوي. yes. بدي زيد بس على عم بتقولي نقطة كتير مهمة، عم بلاحظ انه اوقات عم نشت عنا، انه لازم نكون قد ما فينا حقيقيين، ما نكون فيك ابدا. اوقات نلبس شيء صورة مش نحنا، او نلبس ثوب مبهبط علينا. خلينا نكون حقيقيين، نحكي مع العالم مثل ما نحكي مع اولادنا، مثل ما نحكي مع اخواتنا، حتى ايام نصور فيديو نرجع نحضره. إذا لقينا حالنا كلماتنا مش مزبوطين، فيهم شوية كلفة، أو تيون تبعنا، يعني بما أنه نحنا يمكن عم نجرب نكون professional، بس تيون تبعنا طلعت شوي متكلفة أو شوي فيها fakeness، نرجع نمحي ونكون قاد ما فينا طبيعية. فهيدا الموضوع، لأنه الناس بتحس إذا هيدا الشخص عم يتصنع وهيدا الشخص حقيقي. ولما صح. تكون حقيقي الناس بتقرب منك أكثر، لما تكون متصنع الناس بتنفر. فبأي شيء، بفيديو، بصورة، بكلام، من بالغ كتير يعني، فهيدا الفيكنس يعني بتحمل كذا وجه. فنكون حقيقية بكل أوجهنا على السوشيال ميديا، مش طبعا نفرجي الأشياء اللي نحنا مضايقتنا أو مزعلتنا. طبعا العالم مش مضطرة تشوف الأشياء السلبية، بس نكون حقيقية بالأشياء الإيجابية. بس هيك أكيد. وهذا اللي كنت عم أقوله كمان أنا، أنه لما نحن to believe، لما نحن نصدق أنه بوستاتنا رح توصل ورح يكون في integration، هذا الانتجريشن ما رح يصير، أوكي. وفي شيء بدي أقوله أنه بعد بالنسبة للأكاونتس preparation، التحضير الأكاونت تبعولي، ما حط testimonials على البيرسونال أكاونت كبوست. هيدا معلش حبيت أنا بلش هلأ هون بس ألفت نظر قبل ما أنا أختم كمان كرمال دولي بدها تحكي عن أشياء مهمة. لما أنا بدي أجي أحكي عن، أكيد حكيت أنا عن الأكاونتس بريبريشنز، وهون عم بلش بالنصايح يلي أخذناها من وراء أكيد الأكسبرتس، من وراء الرؤية يلي عم نطلع عليها عن بعيد كلنا.
وهذا أكيد مش بس رأيي ورأي دولي، يعني هذا رأي كتير ليدرز بيشوفوا بيبعتوا لنا بليز احكوا هيك مثلا بالسيشن الجاي، وضحوا ان جنرال بيكون أحسن، إنه الكل يستفيد ويتعلم بيكون أحسن، وهذا الصح لأنه نحن فريق بالنهاية. ما حدا يحط تستيمونيالز على البوست، لأنه التستيمونيالز صبايا وشباب تعرفوا أنتوا أنه بالسكرولينج رح بيروح، أنا رح حط بوست وضلي رح بتحط بوست ودينا ورجاء وكلنا ونوال ومدام ميرنا كلنا رح منحط بوستات طارت البوست تبعيته. ممكن إذا أنا دايما كنت بين عند دولي أو دايما كنت بين عند أمي مثلا حطت لي أمي لايك، ممكن أنه بين بعد يومين عند شخص من الأشخاص. سو ما نحطهم للتستيمونيالز أصلا، منا بروفيشنال هي أنه إحنا أصلا نحطها على البرسنال أكاونت تبعيتي. بعدنا عم نحكي أنه لازم شوي هيك يكون البرسنال أكاونت مختلف عن البزنس أكاونت. بالنسبة للبرسونال اكاونت بنفضل نحن ونحن يعني مين نحن، نحن كتيم اوكي وكليدرز وكجناس بشكل خاص جدا جدا انه هيدول البوست يكونوا بالستوري ويتسيفوا بالهايلايتس كل ما طلع تستيمونيال، ان كان فيديو او ان كانت صورة او ان كانت حتى يعني مثل اد لواحد من البرودكتس يلي موجودين بالشركة معنا، انه نحطه كستوري ونخبيه بالهايلايت ما رح بيروح. فينا نحطه كل يوم 24 ساعة. بس الفرق بين البيرسونال اكاونت والبزنس اكاونت هو انه انا عم بحكي عن حالي كشخص موثوق فيه، كشخص منه فيك، كأنتربرنور حقيقي، شخص عم يتدرب كل يوم، عم بيزيد رصيده العلمي والمعنوي والحقيقي والمادي اهم شيء. سو نكون شوي نفرج اختلاف. بالنسبة للبزنس أكاونت، البزنس أكاونت دايماً رح بيكون الشغل فيه على بوست إلهم علاقة بكل البرودكتس، إلهم علاقة بكل التستيمونيالز، إلهم علاقة بفيديوهات إن كان أنا حابة أني أصور حالي، إن كان أنا حابة أني أصور الفريق، تستيمونيالز من الفريق، وهيدول بتقدروا أنكم تشوفوهم بالهاشتاجز اوكي على كل الابلكيشنز اللي بتستخدمهم جناس جلوبال، وتاخذوا منهم ومثلهم تعملوا لحتى لا تشتغلوا على الكاستمر بيس. السوشيال ميديا كتير مهمه، رح بتوصلكم لمحلات كتير عاليه. مع دولي هلا رح تتعرفوا على تيبس، رح بتخبركم عن كيف نلاقي بروسبكتس على السوشيال ميديا وكيف نحولهم انتو كاستمرز. بس قبل هيدا الشيء كلياته رح ناخد بريك صغير ونعمل اكسرسايز انا وياكم. هيدا الاكسرسايز ريسنتلي يعني حبيت كتير انه نشتغل انا وياكم عليه ونحلم سوا من ورا هيدي الشاشة. بليز في حدا فاتح الميكروفون بس لانه بهمني هلا كتير انه نركز ونتخيل ونحلم انا وانتو انه نغمض عيوننا اليوم، كلنا نغمض عيوننا وحأحكي عن حالي وانتو معي رح تتخيلوا وتحلموا هيدا المنظر يلي له علاقة كمان بالسوشيال ميديا، لأنه انتو عم تشوفوا الدايموند دايركتورز تبعولنا هلأ من ورا الشاشات، وبكرة انتو هيك رح بتصيروا. بلشت أنا مثل ما هلأ منى حاطة صورة الإكزيكتيف، بلشت أنا بالبراند. بليز الكل يغمض عيونه يتنفس هيك نفس عميق ويبلش يتخيل كيف بلشت رحلته. اندعى بطريقة معينة، اندعيت أنا بطريقة معينة، بلشت اتدرب، بلشت أحلم، بلشت اكتب أحلامي على الورقة. كل يوم الصبح بفيق على الدي ام او بعمل اكتيفيتيز خاصهم بالدي ام او، بلش نهاري بنشاط وبسعادة وبحيوية. كنت قبل بنهار كاتبة الهابي ليست تبعيتي والتو دو ليست تبعيتي لأنه بدي طبقهم بدي حققهم كلهم. كل يوم دي أم أو بذكرني أنه أنا هأعمل كل هيدول الأشياء. بلشت وصلت للإكزيكتيف، حبيت شارك كل الناس اللي أنا بحبهم بهيدا الإنجاز العظيم يلي هي أول فشخة. حطيتها ستوري، حطيتها بوست، العالم باركت لي، في ناس ما عرفت أنا شو عم بعمل حبت تسألني، زادت الدعوات من وراء أني حطيت هالبوست
من وراء أني حطيت هالستوري، من وراء أنه رويال تيم كتير كبير، من وراء أنه دكتور تانيا يلي هي عندها جمهور كتير كبير عملت فيديو إلى كتلة. So, صار القريب والبعيد يدو يعرف أنا شو عم بعمل. بلشت أدعيهم بطريقة صحيحة، ما أسرعني وصلت للجيد. واو، من بعد ما وصلت للجيد أنا هون خلص ما بقى حدا يقدر يهديني. زادت الترينينج تبعولتي، خليكم مغمضين عيونكم واحلموا، زادت الترينينج تبعولتي، زادت الهابي ليست تبعيتي، ربحت بروموشن، ربحت مصاري، صدقت بالفيجن، وصلت لمطرح انه انا هلا صرت قادره اني احكي مع كتير اشخاص، لانه صار فيهم يوثقوا فيني، صار فيني فرجيهم على الوالد تبعيتي بالاكاونت في بقلبه مصاري. ما بقى حدا يقدر يقول لي انه انت ببيراميد سكيما او 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 او. من بعد هيدا كلياته كمان حطيت البوست على السوشيال ميديا، ولعت الوول تبعي، اشتغلت كتير على الكاستمر بيس، على الـ على البزنس اكاونت تبعيتي على انستغرام، حطيت كل التستيمونيالز، لدرجه انه الاشخاص الموجودين معي أنا أز إجيد يلي هن 8 بس، هدول الأشخاص كمان هن حبوا أنهم يكبروا وبلشوا يشتغلوا، وبلشوا يشتغلوا بعد أكتر. وصلت على البيرل، ماي بيرلز داونلاين، عملوا إكزيكتيفز وأنا صرت سافاير، صار الأكاونت تبعولي كله نيلي، كل العالم عم تبارك لي، الغريب القريب الكولد ماركت صار عندي، صاروا كلهم قراب، صار كان عندي 1000 فولوور، صار عندي 2000، صار عندي 3000، الناس كلها عم تطلع فيي وانا ما عم بهدى. زادت التشيك ليست تبعيتي والهابي ليست تبعيتي. بعد شهر وصلت لمحل انه انا صرت سافاير 25. بعد شهرين قد ما صار في حماس، قد ما صار في ثقه، قد ما انا خلص عم قرب objections وناس عم تقلي لا من هون، وأشخاص وكتير أشخاص عم بيقولوا لي ايه من هون، بيقلي شخص لا من هون بزعل شوي، بعمل 2-3 أنا وياهن ايه، ونبني سوا مستقبلنا على الطريق الصح من خلال الترينينجز. وصلت على الروبي وقلت أنا هون لازم أني أطلع أكتر، زغرت الهابي ليست تبعيتي، عملت تشيك على كم شغلة حققتهم، زدتهم لأنه أحلامكم رح توصل بعد أعلى ورح تكبر. بعد 3 سنين أو 4 سنين غمضوا عيونكم وشوفوا أنه أنتوا صرتوا Emerald Directors، هيدا اللون الزمرد اللي عم يلمع، أنتوا Emerald Directors صرتوا، فيكم تحكوا مع ستيفانيا لوجاتو تقولوا لها بليز بدنا نحنا وياك ندرب فريقنا، وتقلكن أكيد لأنه أنا بدي إياكم توصلوا للدايموندز، لأنه أنا كتير مبسوطة فيكم أنه أنتم بكل هالظروف قدرتوا أنكم تعملوا اللي أنتم بدكم إياه، وأنا معكم. كمان غيرة تايلر يلي وصل وصار تريبل دايموند وأنا صرت أميرالد دايركتور، واو، يعني كلنا عم نكبر، يعني كلنا عم نمشي صح. غمضت عيوني هيك، وبعد سنة سنة ونص قاعد الجمهور كله يلي كنت أنا ناطرته أنه يزقف لي أو أنه يحكيني أو أنه مثلاً يشوف أنه أنا قلت له، شفت أنه أنا رح أعمل شيء، أنا ما وقفت لأنه أنت قلت لي لا، أنا رح أعمل شيء. قاعدين كلهم على الشاشات مثل ما كلكم قعدتوا وقت جاري وجنان عم بتعدوا السايكلز مع الناس تبعولكم على الشاشات وبالبيت ومع أمكم مع بيكم، أمكم يلي أمي قالت لي شو بدك بهالشغلة أنت إلك خلق على الناس، أو بي بابا شو هيدا الشيء الجديد حبيبتي أنت بدك تضلك قدام الشاشات، أنا بدي ضلني قدام الشاشات، أنا بدي أتواصل مع الكونتيننس كلهم، مع القارات كلياتهم، هل قد أنا أحلامي ما بيأثر، غيري عملها، غيري مين هو اللي عملها، روب ستاري عملها، معلش أنا كمان بدي أوصل لهيدا المطرح. غمضت عيوني وعم عد السايكلز، وصلت لأعلى رقم بالسايكلز، العالم كله عم تدقلي، ما عم بقدر أني استوعب أنه أنا صرت خلص من بعد الأميرال دايركتر now I'm a diamond. عم بدقولي سكوت لويس عم بدقلي من الشركة عم بيقلي نحنا ناطرينك على الإيفنت مع الدايموند، تعي بدنا نكرمك. غمضوا عيونكم هلأ معي كلكم، انت وانت وانت هونيك، ويلي قاعد هلأ كمان بعده عم يحلم، ويلي عم يضحك ويقول لا انا ما رح اوصل لهون، انت رح توصل، بلا انت رح توصل، كل شيء على السوشيال ميديا بيقدر انه يساعدك انك توصل. زربتنا بالبيت 2 سنين
وكلكم كبرتوا. أنا يلي كنت بآمن إنه أنا ما رح أقدر إني أعمل شيء، شفت غيري إنه عم يقدر يعمل وعم يقدر يوصل وعم بيساعد أهله بظل الدولار الغالي، وعم يقدر يأكل ويشرب وعم يمكن يعمل خير من دون ما نحن نعرف. دينا يلي عم بتساعد لاجئين هربانين من بلدهم، ونوال ومدام رجاء وأكيد ميرنا وكلكم الجداد والقدام، ومدام فدا يلي كمان من أعلى الجبل لبيروت كمان صوتها بيوصل. كلنا قادرين أن نوصل، كلنا إنسان وكلنا عنا كفاءات، بس الهمة هي اللي بتخلينا نوصل. غمضوا عيونكم هلأ وروحوا معي على لاس فيغاس، وصلنا على أول صف أنا وإنتوا وكل التيم هنيك، كلنا عم نهيس، كل واحد حامل علم بلده، كل واحد حامل صورة ابنه، يمكن صورة الواي تبعيته بقلبه بعيونه، عم يحلم عم بيغمد عيونه عم بيقول واو. كلنا سوا مع بعض، كنا عم نشوف بعض من ورا الشاشات، نحنا اليوم سوا، نحنا برهنا للعالم انه نحنا قادرين انه نشتغل ونعمل. الناس كلها يلي كانت عم بتتابعنا على الفيسبوك عم تحضر الحدث لايف على الصور وعلى الشاشات الكبيرة قدامهم، كل واحد فتح تليفونه فتح لابتوبه، صرتوا للساعة 2 وللساعة 3 من يومين ايه او لا. كلكم غمضوا عيونكم، رح بتشوفوا ضوء كتير كبير قدامكم، رح بتشوفوا انه عيطولكم باسمكم. انتوا اليوم دايموند دايركترز، تفضلوا على المسرح، شوفوا قلبكم قديش عم بيضايق، شوفوا ايديكم كيف هيك عم ترعش، وبعدكم ما طلعتوا على الستيج عم تحسوا هيك، كيف اذا وصلتوا مزبوط لهونيك؟ طلعتوا على الستيج شفتوا كل التيم هنيك وكل الناس اللي آمنت فيكن عم تزقف لكم، أهليكن رافعين رأسهم فيكن لأنكن أنتوا حققتوا حلمكن، ولا أبجكشن خلتكن ترجعوا لورا، ولا كلمة لا خلتكن ترجعوا لورا أو تفقدوا أمل وتقولوا لا أنا ما بدي أعمل وأنا ما بدي ساوي. كل ما وصلتوا لقدام بيران، كل ما كبرت الواي تبعيتكن، كل ما التشيك ليست تبعيتكن والتودو ليست تبعيتكن رح تتحقق، لأنه رح بتطلعوا بغيركن وبتشوفوا انه انتو اكزامبل بالنسبة لقلهم، ورح بتساعدوني يصيروا مثلكم ويمكن احسن منكم بعد، وهذا هو الليدر الصحيح. كله على السوشيال ميديا اشع اللي صار من كم يوم واللي صار كمان باول السنة وبنص السنة مع جاري وجنان، وانتو قادرين انكم توصلوا لهم. اليوم انا اصريت انه تكبر احلامنا ونعيشها كلنا سوا لو غمضنا عيوننا وما كانت حقيقة. بعد 5 سنين يمكن نقعد هون ويكون في عنا كلكم دايموندز، وهيدا منه بعيد. فيكن تفيقوا هلأ لحتى نطبق التيبس مع دولي كرمال عن جد نوصل للدايموند دايركتر وللدبل دايموند للتريبل دايموند، وما حدا يخلي مخه يقول له لا انت ما بتقدر تعمل، مثل المدام اللي بتجبر تعمل رجيم نهار تاني وبيقول لها لا ما انت جوعانة. هيدا ابسط مثل، ما تخلوا مخكم يأثر عليكم، انتوا أثروا عليه. كبروا احلامكم، كبروا أحلامكم، وصلوا لمحل ما أنتم بدكم. اللي بيحب يكتفي يكتفي، بس نحنا بدنا نوصل كلنا. دولي مع دولي هلأ رح منروح نشوف التيرنز. دولي بدها تعطينا نصايح وبدها تحكي. دولي عم تبكي؟ لا ما عم ببكي، بس مبسوطة. لا ما عم نوصف المرحلة، بس هالإكزرسايز تبعك هيك عن جد بيخلي الواحد بحس حاله طاير يعني فوق الغيوم. أحلمه ايه، بعدين بترجع بتفكر هيك انه عن جد مش حلم. يعني انا دايما في مش حلم اكيد، دايما برجع لها، دايما برجع لها كل يوم بقراها. على فكره هيدا الحديث يمكن لكل الناس اللي بعد ما اخذوا القرار انه ما في سر بهيدا البزنس، ما في سر. في حدا اسمه بيلبريت اللي هو مالتي مليونير بشركه امواي، يعني احدى اكبر واقدم شركة نتورك ماركتينج، بيقول انه دايما انا بقراها كل يوم، بيقول انا فرجيت البلان تبعي او تبع البزنس تبعي ل 1200 شخص، 900 قالوا لا، وبس 300 تسجلوا معه. من هود ال 300 بس 85 كملوا، بس 85 اشتغلوا، ومن هود ال 85 بس 35 كانوا كتير سيريس بالموضوع ومشوا معه ووصلوا لمراتب كتير عالية. وحتى من هود ال 35 بس 11 شخص وصلوا لرانكس سوبر عالية وهن اللي خلوا يكون مليونير. يعني الموضوع بلش من ال 1200 اللي هو حكي معه.
طيب هال 1200 نحن منين بنجيبهم؟ أكيد ما حدا عائلته وعشيرته 1200 ولا ضيعته بيعرف معارف، يمكن بنعرف كتير ناس، بس هال 1200 شخص نحن أوقات ما منلاقيهم حوالينا بمتناول اليد، منلاقيهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن هلأ بزمن عن جد، يمكن لو كنا بزمن الماضي من 20 سنة و30 سنة لورا كان الموضوع أصعب علينا. بس كمان بعد بدي أقول نقطة قبل ما أقول التيبس للأشخاص كمان اللي بعدهم شوي هيك مترددين وضايعين وعم بيقولوا يا عمي هودي عم يحكوا بس حكي، أو إنه الموضوع مش هالقد وكوميشنز وما كوميشنز، بدي أقول لكم إن ذكروا في شرك بالبلد وبكل البلاد بتعطي الناس بس كوميشن، ما في معاش، منا شركة الانشورنس، منا يمكن وكلاء العقاريين أو اللي بيبيعوا سيارات أو ما بعرف، يعني في كتير مؤسسات بتعطي الناس بس كوميشنز، ما بيعطوهن معاش ثابت، لأنه نحن طبعاً نرتاح كلنا بس يكون عنا معاش ثابت. فكيف إذا شركة مثل جنس أو شركة نتورك ماركتينج عم يعطوك كوميشن بس زيادة عن اللي باقي الشركة اللي بتعطي كوميشن ما عم تعطي جنس، اللي هو عم تعطينا الشانس إنه نحنا نكبر فريقنا ويكون معنا كمية هائلة من الناس تشتغل معنا، ومن ربحهم ومن ربحنا نحنا بنقدر نطلع كوميشن كتير عالي ونوصل وناخد بروموشنز كتير عالي. مختصر اللي بدي أقوله إنه بدل ما ندور على وظيفة بالكوميشن أو مثل باقي الوظائف، خلونا نركز وندرك قديش بهذا المجال في ثروة، وقديش بهذا المجال ممكن يوصلنا مطارح كتير بعيدة. فكرمال هيك أنا برجع بقراها دايما هيدي الكوت اللي قايلها المالتي مليونير، بذكر حالي إنه على القليل وصل ل 1200 شخص، يعني ما مفروض نأمن هلأ. فرح أرجع أعمل شير سكرين لحتى نشوف كيف بدنا نلاقي هال 1200 شخص أكتر. نحن دايماً بنحكي بهيدي المواضيع إجمالاً أنا ورنا، بس اليوم هيك حبينا نوسع الزيادة ونفرجيكم تيبس بيعتمدوها المليونيرز اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا لحتى يلاقوا البروسبكتس تبعهم. فإذن أوكي، أول تيب لما نقول ترافيك، أنتوا بتسمعوها كتير كلمة ترافيك على السوشيال ميديا، شو هي الترافيك؟ ترافيك هي كمية الناس اللي موجودة اللي بتفوت، ترافيك يعني عجقة السير، قدي في ناس بتدخل وبتطلع وبتعمل كليكس وبتعمل سيرش على جوجل ولا على فيسبوك أو على إنستغرام أو أي مكان. كيف نحنا بدنا نقدر نحصرهم أو نراقب أو نعرف مع مين بدنا نحكي أكتر؟ فإذن نحن بالأول بدنا أكتر طريقة يعني اللي نحن إنه نلاقي فيها potential customers على السوشيال ميديا هي نستعمل السيرش. يعني أوقات ما فينا نضل ناطرين حدا يعملنا فولو أو حدا يحكي معنا، نحن بدنا نعمل سيرش على أشخاص، وهود الأشخاص بدنا نلاقيهم مش بس بالأسماء. يعني أنا ما في لاقي أشخاص بالاسم، بدي شوف اهتماماتهم. السيرش اللي بعملها طبعاً بكل مكان في سيرش أوبشن، إن كان على فيسبوك أو إنستغرام أو أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. ففي استعمل مثل ما قالت رنا من شوية الهاشتاغز، لنقول إنه أنا حدا أعنى بالسكين كير، أنا بدي أشتغل على البرودكت تبعي اللي هو سكين كير، ممكن أنا أعمل سيرش على هاشتاج بالهاشتاج سكين كير، بيطلع لي بوست، بيطلع لي كتير إشياء إن كان فيسبوك فأزن قلنا أو إنستغرام ممكن تاخدني على السكين كير، وهود البوست بقدر أنا أشوف فيهم الأشخاص اللي عاملين كومنتس وأقدر من خلالهم أعملهم قاد وأتعرف عليهم. هود كلهم إحنا حكيناهم بأيام قبل، ودايماً على كل أحوال منعيدهم والليدرز بيعدوهم بكل المناسبات. فإذا نعمل سيرش عبر الهاشتاجز، بس بدي أقول إنه نحنا تقصدنا إنه نكتب التيبس قدامكم، لأنه بعرف كتير ناس تحب تعمل سكرين شوتس والناس تحب تحفز السلايدز قدامها لحتى يرجعونه بأوقات تانية. فإذا عبر الهاشتاجز، أو ممكن نروح على الهاشتاجز تبع الكومبيتيتورز تبعنا، نحنا فينا نشوف الشركة التانية المؤسسة التانية تشتغل بيه تقريبا نفس المجال، وفينا نعمل سيرش عندهم. أوكي،
وبنلاقي كمان potential customers من خلالهم، من خلال البوستات الموجودة بصفحات تانية أو بناس بتبيع products تشبه البرودكت تبعنا. فينا حسب البزنس نيم تبعنا، يعني لحتى نقول مثلا إذا بدنا نقول جنس، أوكي، وعملنا سيرش على اسم جنس، بيطلع لنا كتير ناس أو بيطلع لنا كتير جروبات أو أماكن تانية عم تسأل شو هي جنس. كتير ناس ما بتعرف، تبقى سمعان منهم أو مثلا شو رأيكم جنس في شركة حقيقية أو مش حقيقية. فينا من خلال هيدا المكان نحن نقدر كمان نلاقي potential customers. كمان مثل ما قلنا الكومبيتيتورز، اسامي الشركة الثانية، اول شيء استعملنا اسامي الشركة او اسامي البرودكت اللي بتبيع على الشركة الثانية، هلا فينا نروح على اسامي الشركة الثانية ومن خلال الهاشتاجز او من خلال مواقع نقدر ناخذ كومنتس ونشوف ناس شو كاتبة، نقدر نكبر هذه الليسته تبعنا. في انا اعمل سيرش حب من خلال المنطقة اللي انا ساكنة فيها، يعني في انا اخذ لبنان ككل، في انا اخذ اختار اعمل سيرش مثلا بالقاهره بالرياض اذا بدي احكي كمدن بهودي الاماكن. نحن كمان بنقدر نشوف، يعني مثلا انا في احط فور اكزامبل علاج الوجه في الرياض مثلا، يعني انا بختار بجمع شيء خاص بالبرودكت، يعني بدنا نكبر مخيلتنا للماكسيموم. ما تتخيلوا قديش في صفحات على السوشيال ميديا فيسبوك او انستغرام بتكونوا متخيلينها بتلاقوا فيها طلبكم، شو ما تعملوا سيرش بتلاقوا. يعني مثلا علاج البشرة في الرياض، او مثلا مراكز تقوية المناعة في عمان، يعني شو ما كان اخترعوا. ما تستهونوا الموضوع لانه كتير فن بيسلي، ومنه بتلاقوا اشياء كتير كبيرة. فيكم تشوفوا انتو المنطقة اللي انتو ساكنين فيها. انا ممكن اشوف مثلا بعبدة، انا عندي انا ساكنة بعبدة، ممكن اشوف الاندية الرياضية في بعبدة او جيمز بعبدة او whatever. ممكن لاقي انا ناس عم تحط اشياء وعم تسأل، وعندي كتير سهل انو تعرف على ناس بهذه الطريقة. فاذا كمان مجرد once you found، اخر نقطة، once you found potential customers you can answer questions they have asked, suggest products related to their search or simply just follow them. هاي الخلاصة، لما لاقي هيد الناس على هول البوستات نجاوبهم على سؤالهم على تساؤلاتهم، بيبقى حدا عنده هيك شك بشي ومنرجع فينا نحكيهم private، نحكي معهم كما قلنا قبل، وفينا بكل بساطة نعمل لهم فولو وننطر الوقت المناسب لحتى نحكي معهم. هيدي أول تيب. هلأ التيب الثانية اللي هي للأشخاص اللي بالمبدأ الأوريدي هن عندهم شراك أو موظفين أو موجود بمتناول يدهم داتابيز لإيميلز. يعني فور إكزامبل أنا كنت أشتغل بشركة بتبيع نوع معين من البرودكت زي من 10 سنين. لو أنا بالوقت الحالي موجودة بهيدي الشركة ممكن أنا أخذ الإيميلز، لأن الإيميلز جميلاً بيكونوا موجودين عند الموظفين كلهم لحتى يتواصلوا مع أي عميل. فأنا ممكن هود الإيميلز أخذهم، مش أحكيهم إحنا ما عم نسرق داتابيز حدا أو إنه عم نعمل شيء غلط، شوف هود الأشخاص هن ممكن يكونوا غربة، وبقدر من خلال إيميلاتهم أو المعلومات الموجودة عندي، معلوماته الموجودة عندي، أقدر أعمل لهم فولو على السوشيال ميديا، تابعهم على الإنستغرام أو على الفيسبوك، أعمل لهم سيرش. ياما بنتلاقى بناس نحن بأماكن، هيدي إنه شيء إنه مخصص بالإيميل بس إنه تقريبا روتين ببعضه، بنتلاقى بناس ممكن بمطعم وتعرف على صبية بحكي أنا وياها مثلا، تعرف على الاسم ونرجع من فيلم بقول يا ريتني أخذت رقمه، بس بتذكر إنه أنا في لقيها على الفيسبوك، بنعمل آد لبعضنا على الفيسبوك. فإذا من خلال الإيميلز أو هيدي كمان الشيء اللي كانوا عم يعملوه كوتش تانيا وبهاء ونجيب من فترة، اللي هي السيرفيز اللي كانوا عم يعبوها، نفس المبدأ تقريبا أنه أنتم من خلال هودي السيرفيز عم تقدروا تلاقوا الناس على السوشيال ميديا. وهيدا هون الموضوع، لما كنا إحنا عنا إيميلز نقدر من خلال الإيميلز نلاقي الناس. فإذا نعمل لهم فولو، نتفاعل نحن وياهم،
نقدر أكتر نعرف اهتماماتهم كوننا بنعرف إن موجودين وين. مثلا الناس اللي بتبقى عندها محلات تياب، بتشتغل بمحلات تياب، بياخدوا إيميلز الناس لحتى يبعتوا لهم لما يكون في أوفرز، لما يكون في عروضات. هودي هن الإيميلز بنقدر نحن نستعملهم. أكيد بعتقد كل حدا منكم بيبقى عطلانهم إنه ما عندي كونتاكتس وبدي أقول لفلان يعطيني كونتاكتس. كل حدا منكم إلا ما يكون عنده حدا بيشتغل بمكان معين، ما بعرف بوتيك، شركة، مؤسسة، إلا ما يقدر يعطيكم الداتا بيس تبع هون الإيميلز. والإيميلز منهم شيء سري يعني لحتى واحد يخاف إنه يعطيهم، وهيك منتبعهم على السوشيال ميديا. ثالث شغلة، نحن نسأل الناس أنتوا وين موجودين، وين تشتغلوا أكثر شيء، على فيسبوك أو على إنستغرام أو على تويتر أو يعني نحن بالإجمال دايما ممكن نحن نفرجي البيج تبعنا أو نحن نخبر عن البزنس تبعنا. هيدي كمان موضوع كتير يعني كبير، مش بس الناس اللي نحن نتواصل معها على عبر الفيسبوك، الناس اللي نحن بنشوفها بحياتنا اليومية، هؤلاء الأشخاص بطريقة من الطرق نقدر نسألهم هن وين موجودين، على أي منصة مثل ما بيقولوا، ونقدر نتابعهم مطرح ما هن مهتمين أكثر. لأنه في شغلة شوي أنا ملاحظتها صراحة، وحدا كمان أكسبرت عنده بزنس أونلاين عطاني إياها هيدي الملاحظة من كم يوم. نحن كتير منحب الفيسبوك، ونحن معودين على الفيسبوك من 2006 يمكن، بس ما فينا نضلنا يعني كل الوقت نصب تركيزنا عليه. كمية الناس الموجودة على الفيسبوك هائلة، أوكي، ولكن الزبائن اللي بيشتروا أكتر أو الكواليتي تبع الزبائن موجودة أكتر على الإنستغرام. يعني أنتم من خلال إنستغرام فيكن ببوست واحد بتلاقوا الناس، هيدي الكواليتي تبع الناس، ممكن يسألوك برايفت أو ممكن يسألوا برايس بليز، تنقول إذا حدا منكن عنده على البزنس بيج تبعه حاطت صورة فور إكزامبل نقارة أو أي شيء، ممكن يسألوا على البرايس، ممكن يكون برايفت يسألوكن. في ناس بتشتري أكتر على الفيسبوك، في كمية ناس كبيرة، بس لأنه المنصة واسعة وعرضة أكتر للشيرز، وإنه الناس تشوف أكتر بوستات بعضها، فممكن تلاقوا حدا عم يتمسخر إنه إيش مسافق حالك، أنا قلت شو هيدا كذب، لا أكيد وجه ما كان هيك وصار هيك. فمستعملهم اثنيناتهم، بس نشوف نحن الأشخاص اللي بنعرفها وين موجودة أكتر هيدا الكواليتي العالم، ونلحقها على المنصة تبعها. كرمال هيك دائما بنقول ما تكون عندكم بيج واحدة، يعني مش بس فيسبوك، شوفوا الأنساب لكم، فيكم تروحوا على أشياء تانية بالإضافة للفيسبوك. ورابع شغلة، رابع تيب اللي هي قريبة للي كنت عم بحكي من شوي، إنه حسب الأشخاص أو حسب أعمارهم بدنا نشوف، يعني حسب ديموغرافيكس تبعهم، يعني وين موجودين، شو اهتماماتهم، عمرهم، رجل أو امرأة، وعلى الأساس نتابعهم على السوشيال ميديا. في عندنا شيء تاني مش بس إنستغرام وفيسبوك، نحن دايما نقطع عنه، اللي هو أبليكيشن اسمه بنترست. على البنترست كمان منصة واسعة، وفي كتير ناس بتنزل عليها بوست، بتلاقوا عليها كتير كومنتس. فأنتوا عملوا سيرش وشوفوا شو أكتر أبليكيشن حسيتوا فيها، حسيتوا حالكم قراب منها أو بتقدروا تتعرفوا على ناس أكتر فيها، وعملوا عليها أكاونت وبلشوا وسعوا البيج تبعكم. يعني ما تحصروا حالكم، لأنه ممكن الناس اللي أنتوا بتعرفوها أو الناس اللي أنتوا رح تكونوا مرتاحين تحكوها أو البوتنشال بروسبكتس تبعكم أو الكاستمرز تلاقوها بمكان تاني. إذا تعبتوا من الفيسبوك ولقيتوا وضع شوي صعب فيه، نقلوا شوفوا إنستغرام، شوفوا بنترست، حتى على تويتر كمان ممكن، لأنه تويتر أكتر أخبار وسياسة، بس إنه واحد يشوف. فهيدول هن التيبس بالوقت الحالي. ما كتير حبينا كمان نقطع عن الوقت، بس إذا حابين تعرفوا أي شيء أو في أي سؤال أنا ردي، إذا حدا من الهوست بحب يحكي. رنا جميل،
يس ميرسي دولي لأنه بتروحي بعيد عن السلايد وبتفسري أكثر عن هيك بتعطي اكزامبلز وابعاد وما بعرف اكيد كلكم موافقين باللي شفناه انه مش بس حكي هدول التبس عن جد بيتطبقوا وبيوصلوا لمحلات ابعد من ما نحن مفكرين ومثل ما هلا قالت دولي انه طلعوا على اكثر من مصطبه لانه المصطبات هن كتار يعني على السوشيال ميديا هدول مش محطوطين كرمال انه كل شيء لشيء اوكي يمكن ايه سناب شات بقلكن انا انه نحن بنستعملهم اكثر انه فلترز وتصوير فيديوز مش اكثر من هيك بس لنوصل للعالم مثل ما قالت دولي في عنا كثير افاق لانه الجماهير بتختلف يمكن دولي تحط بوست على 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 تويتر بتغير عقل العالم ويبطل يطلعوا كثير على السياسه يصير يطلع يمكن على الصحه بما انه مثلا في ام تي في في ال بي سي في ناشونال جيوغرافي ما بعرف شو في شانلز على تويتر بيهتموا بكورونا فيروس وبيحكي عنه ممكن نحن كمان انه نعمل اكاونتس على مثلا تويتر مثل ما قالت دولي ويكون بس عن الويلنس مش ضروري يكون خاصه فيني انا شخصيا فيكم كتير تعملوا اشياء يعني انتم قادرين انكم تعملوا كثير بدي جواب على حنان رنا بتقولي حنان انه هاو كان وي ابروتش بروسبكتس هلا نحن بالاجمال بالترينينجز السابقين كنا دائما نحكي كيف بدنا نتعرف على هول الاشخاص اللي موجود اللي هن كولد ماركت فكنا عم نذكر بالتفاصيل بس هلا رح هيك يقولون بسرعه بدنا نبلش نعمل فولو ونعمل انتر اكت ونبلش نحط كومنتس عندهم او يعني بنبلش نظهر شوي عندهم هول الاشخاص ان كان بكومنت ولا بجمله يعني تكون اكثر من انه صوره مش بس ايموشن ما فينا نحط لهم جمله ومن بعدها فينا نحكيهم على البرايفت يعني هيدي الطريقه الافضل نحكي على البرايفت ونتعرف عليهم وفي كذا ستيب حكيت فيها قبل نتعرف نسال من هن من وين شو اهتماماتهم نعرف عن حالنا اهم شيء دائما لازم نعرف على حالنا قبل كل شيء حتى الناس تكسب الثقه ولازم يكون بروفايلنا باي مكان حقيقي واضح ومنه مصطنع لحتى الناس تصدقنا يعني اوقات بكون عم بحكي مع حدا كولد ماركت بنتبه لهالشغلة بيوقفوا مثلا بعرف عن نفسي او اي شيء بيغيبوا مثلا 3 دقائق انا بكون مأكدة انه فاتوا على البروفايل تبعي لانه بيرجعوا بيحكوني بطريقه يمكن شوي فيها ثقه زياده وبعدين حنان بصير عمليه الانفيتيشن طبعا مش دغري من بعد ما نبني هيدي العلاقه نحن وياهم أكيد أنا بدي بس أذكر شيء يمكن ما بدنا كتير نحن نبعد عن السوشيال ميديا ترينينج دولي بس دايما في أسئلة بتقول وأنا عم يوصلوني هول الأسئلة شخصيا ما بحب أني أتخطاهم لأنه دكتور تانيا هي اللي بتهتم بهدول المواضيع بس أنا بدي أقول شغلة دايما هول الأشخاص نحن ما بنعرفهم حتى الأشخاص اللي بيكونوا على الليستة تبعيتنا وورم ماركت مرات نحن ما بنعرفهم خلينا على الهدى نسمع ونشوف الواي تبعيتهم حتى نقدر انه ندعيهم بالطريقة الصحيحة مثل ما دايما دولي انت بتقولي انه وصلوا معهم شوي شوي وكونوا على الهدى ما تبينوا انه انتو عم تتصيدوا هول العالم واحدة من الطرق اللي حكيت عنها دولي بس خليني اعطي خبرية كتير مهمة انه إذا نحن فايتين ببيجز هلأ اليوم إذا أنتم فتفتوا على الفيسبوك أو حتى على إنستغرام هلأ يمكن إنستغرام أكتر شيء خصه بتقدروا بالgiveaways يمكن أكتر شيء أو بcomments تعملوا تاجز لناس أو كذا وهيدي الطريقة يعني بس على الفيسبوك يمكن البيجز دولي ما هيك والجروبات هن يلي كتير بيساعدونا أنه نتعرف على prospects ونحط اسمهم على الورقة والقلم فيني أعمل لايك لشخص أو فيني أسأله سؤال أو فيني أبعت له مثلاً مسجز على الدايركت بالنسبة لسؤاله ما أحكي أنا قدامه يعني هيدي كمان طريقة كنا نحكي عنها قبل وفي كتير فيديوهات رح نتطرق لإلا نحن قريبا عن بروكس تيبس اللي بيحكوا عنه اللي بيحكي عنه كيف نبني علاقتنا مع الأشخاص من دون ما نتردد من دون ما نخاف نبني ثقة أوكي نحن وياهن وما نكون بينين بدنا منهم شيء هيدا كتير مهم اوكي لانه نحن ما بدنا اياه ما بدنا منه شيء بالنهايه اوكي رنا في سؤال
is it enough to use hashtags to attract followers or we need boost for the account يعني boost انك تدفعي وتعملي boost ما ضروري هلا حسب حجم البزنس تبعك وحسب حجم الفولورز لأن طبعا بالنهاية كل حدا منا عنده امضاءه الخاص صحيح كلنا جناس بس كل حدا منا بتميز بمكان معين كل حدا منا يمكن بيلفتوا أكتر مجموعة من البرودكت كل حدا منا عنده امضاءه فإحنا لما نقول حسب البزنس تبعك حسب صفحتك أنت فإذا أنت حسيتي أنه في شيء مهم عندك على الأكاونت بدك تعملي له بوست أو بدك تدفعي على البيج بيسكلي على البيج تبعك بتعمليها إذا أنت حابة بيرسونال أكاونت بنعمل له بوستينج يس إي إنه والهاشتاجز ضرورية أكيد لحتى يعني أنا خلينا نضحككم يعني شوي بدي أعمل فاهيتا كانت اليوم بس بطريقة شافة معينة أنا بحبها كتير على الإنستغرام وما كنت لاقي ابدا الفتره على البيج تبع وما كنت لاقي وين 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 الوصفه تبعها ما كنت لاقيها قد ما عندها طبخات فقلت انا طب رح اعمل سيرش على الهاشتاج اوكي عملت سيرش بالهاشتاج فهيتا اوكي هي دائما بتكتب شو هي مشتغله فهيتا واسمها لقيت شي 50 بوست عاملين فهيتا وحاطين اسمها وهن مش هي ليش لحتى انا لما عملت انا هيدا الهاشتاج يعني عن جد لما عملت انا هيدا السر طلع لي صفحات تانية ما خاصه فيها الشيف اللي انا بدي اشوف الوصفه عندها وكله مستعملين اسمها لحتى انا فوت على صفحته ممكن اعمل له فولو فبهيدي الطريقه انا مستعملين هاشتاج باسم الكومبيتيتور او باسم حدا تاني لحتى يقوى الانجيجمنت عندهم فمن هون اهميه الهاشتاجز بتعقد يعني بس المهم رجعت لقيتها واخذت وصفتها وعملت بوصفتها بس هيدي الفكره انه بنقدر نستعمل هاشتاجز بطريقه جنونيه لنلاقي ناس ولحتى نعمل بوستنج للبيج تبعنا ناتالي is asking an important question عن الهاشتاجز عم بتقول إنه بالنسبة للريلز شو الترندز يلي ممكن نحنا إنه نستعملهم كهاشتاجز حسب الكونتنت تبع الفيديو تبعولتك شو عن شو عم تحكي أوكي وعن شو عمل تفرجي بتزيد الهاشتاجز قد ما بديك على فكرة زيادة الهاشتاجز كتير مهمة لأنه ممكن الأشخاص ممكن الأشخاص تستخدم يعني أنا أستخدم هيدا الهاشتاج دول تستخدم الهاشتاج الثاني وبالتالي الفيديو تبعولي يكون مبين بالنسبة كل الهاشتاجات أما بالنسبة لشخص عم يسأل ما انتبهت كتير مين سوري لأنه حدا عم يسأل إنه البزنس أكاونت تبعهم أو بيج بتهتم ببيع الشوز online shoes, how to attract the customers to Jeunesse products? هلا أنا شخصيا ما بعرف إذا بتقدري تبلشي يمكن تدخلي هيك شوية إشياء positive quotes وما فيك transform إيه ما فيك جريب غير الصفحة كل الصفحة غيرها بس هي يعني هي يمكن عندها followers منيح وتعبانة لا شيل الكونتنت شيل الكونتنت تبع البيج غير اسم البيج غير اسم البيج خلي الفولورز ما بخسر شيء غيرت محلي شلت البضاعة من المحل حطيت بضاعة جديدة لأنه معلش بس بدي أقول شيء أحسن ما حدا يفهمنا غلط مرة بالسيشنز القديمة كان في common topics بين جنس وبين الادوكيشن أو بين اللايف ستايلينج او مثلا يعني رانيا فور اكزامبل عاملين صفحه شوز كثير بعيد عن عن جنس رانيا مثلا بتعمل شيء وصفات هيلثي وهيك اكل بنقدر طبعا بلش نعمل كومبينيشن اكيد بس انه شوز شوي بعيد الموضوع تما تخسر الفولورز تبعولك نصيحتنا يعني اكيد دول اللي بتوافقوا صح اكيد ما في يعني بدك تبلش تهيئهم نفسيا للفولورز تبلش بشوية بوزيتيف كوتس وكذا بتصير تبلش ببوزيتيف كوتس بخبار وبتصير بعدين بتشيل إذا كان البزنس تبع الشوز واقف طبعا
أكيد. أما إذا كان بعده نفسه لا بتعملي بيج تانية وبتقدر تسوق إلى هيدي البيج على صفحتك الرئيسية إذا أنت بس تبعك. وأنا كمان معشي دولي أنا معشي كتير جري which is not wrong مش غلط إنه أنا أطلع بالفيديو أعمل announcement إنه أنا حابب إنه حسيت عندي اتجاه جديد ولأنه كورونا ولأنه كذا حاب فتت بمشروع بيهتم كتير بالصحة وبالطب البديل وحابب إنه كلكم بما أنتوا دعمتوني بالبيج القديمة وبالمشروع القديم تدعموني كمان بالمشروع الجديد. هلا بده شوية جرأة بس يعني ما بده أكثر من هيك. هذا أنا بفضل أكثر إنه تحكي فيه. حدا عندك رنا صوت الأخبار؟ لا أنا مو أخبار. عند ماهر. ممكن نشرح. أنا بزير. هلا شوف بعد شيء. حدا عنده شيء هيك بيقولوا بيزيدوا. نحكي عنه. مرت الجاي. هاي جايز هلا هادي كيفكم الحمد لله على السلامة بس رائع بدي أسألكم عن بلاتفورم لينكد إن مهم بس فعليا المشكلة إنه العالم ما بترد علي كيف يعني ما بيعتبروه سوشيال ميديا يعتبروه أكثر بزنس بلاتفورم لأنه هو بزنس صح هو بزنس حسب ما سامع إنه مرات بيبعتوا سكريبت كاملة بيشرحوا عن opportunity هيربا لايف تعمل هيك حتى في ناس من جناس تعمل هيك بس أنا We don't do this بس basically أنت دولي البروفايل على لينكدين is more professional as إنه أنت تشبه CV شوي مزبوط مزبوط أنت حاطي كثير بيصير في اناونسمنت على لينكدين كثير في ناس بتدور على وظايف بتحط بوستات انه انا عم بدور على شغل فيك تلاقي على لينكدين كثير ناس عم بتدور على وظايف يعني بتعمل بكل بساطه سيرش على الناس اللي عم بتدور على الشغل فيك انت تو ابروتش تم اكيد برايفتلي مش بس انا بدي اقول شيء بعد خلينا نوسع شوي هالبيكار يعني يمكن مش بس انه انا بدي هيدا على 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 الكتاب تبعنا بيقول لك شوف مين من الاشخاص يلي انت بدك اياهم يكونوا ديستريبيوتر معك صح وحاطين بما انه في كواليتيز على لينكدين وانا شو بحب وانا شو بكره وشو انتمائي وشو اتجاهي فيني انا فوت واحكي مع هيدا الشخص مش بس انه انت تعا انا عندي لك اوبورتونيتي وظيفه شفت البروفايل تبعولتك والتقيت انا وياك بمطرح معين اطلع على النيوتريشنست اطلع على نيرسز اطلع على فيزيوثيرابيست اكيد مش هادي كلنا اوكي لانه اذا انا بدي اجي احكي مع هيدا الشخص واقول له انه انا شفت انت بدك وظيفه انا عندي تعال نعمل بارتنرشيب ما رح ياخذك جدي خصوصي على لينكدين لانه ده ما بيردوا على شخص بيردوا على شركه اوكي ما ننسى انه نحن الاكاونت تبعنا رح يكون بيرسونال على لينكدين ورح بيكون بيحكي عن حالنا نحن بس سو بدنا نعرف كيف نحضر اكاونت لينكدين ما هيك دولي يعني بدنا نعرف شو بدنا نكتب فيه ما نجيب بحس انا ما نجيب سيره انه نحن انتربرينورز او نحكي انتربرينورز بس مش نتورك ماركترز لانه رح نرفض كتير الا اذا كان انسان كتير شاطر وكتير قوي وبده يروح على لاس فيغاس وبيعمل اكسرسايز كل يوم بياكل objections ما عنده مشكلة. أنا صرت عم بحط business developer. It is. We are the... نحنا كل شيء أنا شايفة. Business consultant. من تعمي ومن شرب ومن ضعف ومن نصح ومن صحح ومن عايش ومن كون positive. و... We buy life. صح. في عندي كمان عندي سؤال. الفيديوهات الخاصة مثلاً بالسبليمنت. منحطها ريل أو منحطها ستوري يعني من بزنس أكاونت ريل بزنس أكاونت ريل إذا كان قصير فيك تحطه ستوري ما هيك دولي إيه هلا هلا أنا بيحملوا الوجهين لأنه الريلز عم تاخد كتير مشاهدات إيه. في الوقت الحالي إيه. فكرمل هيك أحلى ريل يعني. أنه بيسألوك أصلاً هن بيسألوك بدك إياها ريل أو بدك إياها ستوري حتى مرة ريل why not
هلا ما بعرف صراحة يعني بعده، لأنه موضوع الريل مثل التيك توك يعني بعده جديد، فعلى التيك توك كتير بنحط اشي عن السبلمنتس، وفي ناس حتى عم تعمل اكونتس لها. فإذا في وحدة أكيد من البلاتفورم الزيادة اللي قال عنهم هذه، لينكد ان، في عنا تيك توك، في سناب شات، في وين ما كان نلاقي بروسبكتس تبعنا. بس الريل بينفع كتير بالوقت الحالي، كتير عم بيقدر عم يعني كتير في ناس عم تعمل فولو لبيجز تبعنا من ورا فيديو على ريل. وهون بتسأل نتالي وات اباوت انستغرام ريلز، ويتش تريندينج هاشتاجز شود وي يوز؟ قلت لها اوكي ما انتبهت. حسب الفيديو، حسب الفيديو، حسب الفيديو. بس في هاشتاجز مثلا ريل اوف انستغرام، ريل اوف ذا داي، بيك اوف ذا داي، فيديو اوف ذا داي، يعني هودي دائما الناس بتطلع فيهم في ترند. بدي اقول شيء بس، اذا انتم بتلاحظوا الفرق بين الفيديوز يلي بينحطوا كستوري والفيديوز اللي بينحطوا كريلز او تيك توك فيديوز، عاده التيك توك فيديوز ما بيكون فيديو من جناس جي موبايل او من جناس ويب سايت. أكترية الأوقات هيدول الفيديوز بنحطوا ستوريز وبيتسيبوا بالهايلايتس لأنهم بيكونوا كتير قصار. بركي هلأ ببعث لكم إكزامبل. أما بالنسبة للريلز وللتيك توك فيديوز فهن إكسبيرينسز نحن عم نعملهم كل يوم، نحن ديستريبيوترز يعني بنشرب القهوة أو بنحط على وجهنا الماسك أو بنشرب مثلا نقارة أو ريزيرف مثل ما عم نشوف مع كمان الأولاد الصغار. سو تفضل testimonials و experiences تعون كل يوم أنهم يكونوا reels لأنهم طوال، لأنه people enjoy watching them. بينما إذا دعاية كتير سريعة مثل صورة عليها شوية animation أو إشياء كتير سريعة مثل AMPM مثلا عاملين جناس شيء مثل الساعة بيبرون برمي واحدة بس، طب هيدا ريل أنه حرام اتعب أنا عليه وهو أنجأ ثانيتين ما بيطلع. اوكي سو انتم بتشوفوا اللوجيك مثل ما هلا دول اللي خبرتكم بهول التيبس، انه نحن قد ما علمناكم انتم بتشوفوا المنطق تبع الرؤيه تبعيتكم، شو بيناسب هون شو بيناسب هنيك. ناس تعولي انا كيف بقدر اني خليهم انترستد على طول، وكيف انه مثلا غير شوي من 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 وجهه نظرهم انه دائما يضلوا عمال يتابعوني وما يزهقوا. اوكي يعني انا ما بدي اوصل لما رح يجي حدا يقول لي انه حاطه ريل كرمال دقيقتين كرمال ثانيتين برمت الساعه، ما فهمنا هذا السبلمنت لشو. ما خليكم بعاد عن الانتقاد، كرمال هيك يمكن ريل واحد بالاسبوع اول فتره مهم كتير بالنسبه لكم لانه اشتغلتوا عليه، مع الوقت رح تتعلموا انه تحضروا قد ما فيكم اشياء ممكن تفيدكم لكم اكثر، لانه الناس دغري بتعمل سوايب. عم تسأل نتالي كم بوست بنهار؟ نحن كل حدا في كذا مدرسة بيحكوا بهذا الموضوع، نحن منروح أكثر لثلاثة بوست ماكسيموم بنهار، صبح ظهر عشية، هذا الماكسيموم. أنا شخصياً ممكن أحط بوست واحد بنهار، كل حدا حسب هو شو بيرتاح، بس مهم نضلنا موجودين. ستوريز فيك تحطي قد ما بدك ستوريز، بس لازم نضلنا موجودين. كل العالم ستوريز يعني أنه بس لازم فينا نحط 10 15 فينا نوصل ماكسيموم 15 ماكسيموم، بس انه 10 كتير منيح. بس ما نعمل ألبوم 200 صورة عرس. انا بخبركم انا ودولي منزيح ما بنحضر. صحيح. شوف الأسئلة بس على السريع بعد. بزنس اكاونت وبروفيشنال وبيرسونال اكاونت بيفرقوا؟ انت اول ما تعمله فيك تحوليه، فيك تعملي مظبوط رنا البيرسونال اكاونت فينا نقلبه حسب وين اذا على الفيسبوك على الانستغرام لا. على الانستغرام انستغرام ايه بتكبس تعمل سويتش اند انت ضلي انت عامله انا اكاونتي بزنس اكاونت ومظبوط وقلبته بيطلع لكم فيه الانسايتس، بتشوفوا مين عم بيتابعكم، البرسنتج قديش عم بيزيد نسبه المتابعه عندكم، مين شاف البوست تبعكم، مين بعت صوره من عندكم لعند حدا تاني، بس ما بيبين الاسامي طبعا، بس انه بتعرفوا انه عم بيصير في حركه عندكم. لايف تيك توك، ومثل ما قالت دينا على اسيا انه نحن فينا نكون وين ما كان، بس نركز على تو بلاتفورمز اكثر هيك لحتى يكون في تركيز اكثر، ويكون عنا نعطي زخم يعني احسن. حتأثروا اصلا بمكان تاني، ومثل ما بنقول دائما الكره الارضيه بين ايدينا، فحرام حرام حرام عنا كل هيدا، عنا هالمجال الرائع ونحن قاعدين بعدنا بنقول مثلا نحكي حدا
وما بيرد علينا وبنبقى ناطرينه. ما في في 7 مليار على فكرة، ما بعرف عدد السكان الكرة الأرضية زي، بس في 7 مليار شخص. خفوا هلا على كورونا، خفوا شوي ايه، بس كمان قعدة البيت زادوا زاد الصغار. فخلينا نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لحتى نكبر هيدي ال هود الكاستمرز او المعارف او البروسبكتس. عم بس عم بقرا الاسئله بعد. سيليا raising her hand. ايه سيليا عم تسالي اذا اكونتس لجناس برودكت على الانستغرام هو بزنس اكونت. شو سيليا قصدك انه فيك تفتحي المايكروفون؟ ايه هاي كيف انا عم اقول انه البزنس الاكونت اللي عم بيعملون الناس على الانستغرام للبرودكتس، انه بيصوروا بيجيبوا صور بيجيبوا برودكتس بيصوروها بينزلوها وانه كونتاكت مي وكونتاكت مي، انا صار جاييني شي 10 فولو تو كونفيرم يعني برودكت جنس. انه ما بعرف نحن بيقولوا الشركه انه ممنوع وما لازم، وانه لازم مثلا مثل الجنان بتعمل انه هي بتستعمل البرودكتس وشوفوا وجهي كيف صار whatever. This one it's more بحسها براكتيك أكتر لشركة مثل جناس، ولا لازم نعمل أكاونت ونبيع مثل أي إنستغرام أكاونت؟ أنا بحكي أنا رنا، إذا في شيء زيده بقلك. هلا أنا برأيي أو من وراء الأشياء اللي عم نشوفها قدام مثلا فترة منيحة، في كتير أكاونتس فيها جناس برودكتس كتير كتير كتير. أوكي الممنوع نعمله إنه نحط إذا بدكم أسعار، نحط أوفرز، يكون هيدا الأكاونت يعني كأنه نحنا تبنينا جناس ونحنا عم نبيع، بس إنه مع أسعار مع أوفرز مع هيدا الأشياء شوية ممنوعة. ولكن فينا نحط إنه نحنا عم نستعمل هيدا البرودكت عادي كتير، بالعكس هيدا بخلي الناس تسألنا شو عم نستعمل. في حط صورته للبرودكت وعادي وأحكي عن صفاته، حدا بيقول لي لا مش ممنوع يعني. خليني أحكي بس لا أنا قصدي شغلي إنه نحن عم يعملوا بزنس أكاونت لبرودكت جنس، مش إنه هني بيستعملوا المنتج على صفحة دولي على صفحة سيليا على صفحة أكس وواي وزي، وأنا بستعمل هيدا المنتج وأنا بشتغل بشركة جنس و... ممنوع. واللي بده يسألني ممنوع هيدا مستر عمر، أنا بستعمل المنتج ولو عم تستعمل المنتج ممنوع. انا حاعطيكم اكزامبل، نهار الاحد انا والمشايخ كنا عندنا ميتينج حكينا بهذا الموضوع لحتى نفرج الفرق، وعطينا اكزامبل. عطيت اكزامبل عن لمي عطيه لانه يمكن هي اكثر وحده ديستريبيوتر عملت سافاير 25 من وراء الكاستمر بيس والدايركت سيلينج. الصفحة ما اسمها جناس ولا حتى ويب سايت جناس، وفيكم تفوتوا وتشوفوا لم يعطيه بتلاقوها كونتاكت كونتنت. ما انا دسوت ايمين دولي انه نحن على صفحتنا الخاصة ممنوع نحط البرودكتس، مش انه نحن عم نستعمل هاي البرودكتس، انه انا بستعمل بوست كلنا. لا كلنا عم نحط experiences بالسوشيال ميديا ديفلوبمنت جروب، كلهم عم بيشاركوا هن شو جابوا برودكتس اجوا صورناهم نزلناهم على تيك توك نزلناهم على ستوري. بس انه انا اعمل حول الاكاونت تبعولي ساعة حط صورتي انا ولادي ساعة حط انه صورة بيفور وافتر، منه ظابط منه ظابط منه بروفيشنال اصلا ومنه ظابط. وكونتاكت مي هيدي كتير غلط بيرسونال اكاونت بزنس اكاونت. حتى انا لما بيكون عندي بزنس اكاونت له علاقه بجناس برودكت مش محبذ انه انا اجي اقول كونتاكت مي، ولا محبذ اني اصلا بس انا صرت شايف اكثر من 10 اكاونت لجناس هيك عم يعملوا which is bad. بتعرفي كم جناس ديستريبيوتر فيه بالعالم كله مسودين وجهنا كرمال هيك كرمال هيك يعني. حتى كان في حدا قريب واي ثينك يعني بلبنان وعامل هيدا الاكونت وبينزل الاشياء اللي بتنزل هي ممنوع الليجل وممنوع، بس انه عم بتصير وناس بتقلك انه انا اشتريت من عند فلاني، ناس بتقلك انه فلاني بعتني اياها بهيدا السعر، سعر خيالي يعني بلبنان اغلى بيكون اغلى، عرفتي ناس عم تبيع اغلى، وناس بتقلك انه النقارة أنا اشتريتها بتكفيني على شهر وهي أصلاً 15 days إذا بدك تاخديها كل يوم، وإذا ما أخدتيها كل يوم ما رح تستفيدي كأنك عم تكبيها.
عرفتي؟ يعني هي ما بتكفي على الشهر، هي بتقلي مبلا أنا جبت للجار والجار اشتريته بمبلغ كذا وقالوا لي للجار على شهر. إنه شوفي كيف حتى الريفايتا بلو سعر خيالي. يعني ناس عم نلمسها، بس إنه نحكي مع العالم ونجيب كاستومر بيس. هلا عم نشوف هيك عم بيصير قبل هيدا الشيء. بس خليني اوضح لكم شيء، من زمان قبل ما يكون في سوشيال ميديا، انا يمكن لانه بعرف جناس من قبل، من قبل حتى ما سجل بجناس كنت بعرف، لانه كنت بشتغل على الستم سيلز بحكم دراستي. فتت شفت، كنت شوف على جوجل اوفرز، حتى لدرجه انه مرات كنت شوف اشخاص حاطين برودكتس من جناس اوفرز على امازون وعلى محلات يعني، وهن هدول الأشخاص أمريكان ويوروبيان ومن كل الجنسيات. اللي أنا بدي أقوله أكيد دول اللي قالته قبل، حأحكي شو قلتي أنت مرة قبل، إنه وين ما كان في منيح وفي وحيش، وين ما كان في صح وفي غلط، ونحن أول ما تدربنا عرفنا إنه we are clean network marketers. هلأ رنا، في شغلة بس دايما بدنا نتذكرها، إنه جناس عطتنا الصلاحية إنه نحن نبيع البرودكتس تبعها اوكي بطريقه الدايركت سيلينج، نخبر العالم وكمان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الشرط انه نحن ما نفوت باسعار ولا نحط اوفرز، او انه نحن كثير يعني كثير نكون ممنوع نتخطى الويب سايت تبع جناس. هذا اللي نحن بس نحن فينا، بس بما انه نحن ايمج ونحن سيجنتشر انضاء يعني، وايمج او صوره، نحن مثل ما لم يعطي مثل ما جبت سيرتها، عندها هي البيج تبعها وحاطه البرودكت تبعها وبتخبر كيف تستعمله، ما هيك رنا؟ هي اخذ فيديوز من جي موبايل واخذ من الويب سايت، كل ما يكون في فيديوز بتنزلون، لانه هيدا هو المسموح. المسموح انه انا ما اخذ فيديوز، انا لانه ايرين الليجاسي ومصر عمر المصري حكي بهذا الموضوع، تنكون كتير دقيقين وما نتخطى. جناس بتقول نحن في عنا شغلتين نقدر انه ناخذ منهم ونحطهم عنا من دون الاسعار، صح؟ والجي موبايل ان كانت صور بيفور افتر وهالاخبار كلياتهم، او الويب سايت يلي دائما بينزل عليه اشياء جديده ايفنتس هالأخبار كلياتها، وبينترست موجود عليه القديم والجديد وكله موثق انه هيدا جناس وعليه الفاونتن تبع جناس يلي ما بتنشال. هيدا الفاونتن على البزنس اكاونتس بتنحط ومنا غلط، لانه اخدينا نحنا من مثل ما قال الدولي انه عاطيني انا الصلاحية فيها، بس ما عاطيني صلاحية اني اقعد لك contact me ولا قلك انه هيدا، وقال نحنا ولا ما بنقعد نتدرب من الصبح لعشية على الانفيتيشن بالمنطق يعني. ما بعرف إذا حدا عنده غير حكي. تينا بونسوار كون شباب صبايا، بونسوار دولي، بونسوار رنا، مرسي كتير 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 على طول بتفيدونا، بس بتعرفوا أنا على طول بتحركش ولازم اتدخل شوي عشان تستوب هيدي الخبرية، قصة شو منحط وشو مسموح وشو مش مسموح لايكو. إشياء واضحة وصريحة، الخيار هو أنتوا شو عم تعملوا وشو بدكم تعملوا. إذا أنتوا اخترتوا أنتوا حطوا حالكم محل الأشخاص، إذا أنت حدا مندوب مبيعات وقال لك contact me بتتصلوا فيه ولا بتردوا عليه، ما حدا بيرد عليه. So القصة كلها ياتا من الآخر أنه أنتوا لم يعطيه، حتى إذا ما أنه أخذناها example، ما بحب أنه نضل نحكي نفس الشخص، بس بأنه أخذناها example، حتى هي على صفحتها حتى برودكت واصلا ما مسميتها جناس انه ما حاطه اسعار ولا شيء. هلا انتم شو بدكم تعملوا؟ بدكم والله تحطوا برودكت؟ ما في اصلا، ما اذا لاحظتوا اكسبيرينس جناس كمان هي برودكت جناس، هي تستيمونيال جناس، بس ما في شيء بيقول لك انقر هنا ولا تع اشتري من هنا ولا من يحزنون اوردر ناو اوردر ناو. يا هي في لها تقنيات معينة لا تتبعوها، عشان نحنا نكون بروفيشنال، عشان نحنا we are the royals ونحنا هالقد عم نعمل وننتبه لهيدول الأشياء اللي عم نعملهم. فإذا نحنا بدنا نكون عنا استراتيجية واضحة وصريحة، بدكم تحطوا برودكت حطوها، كمان فيكم تفتحوا بزنس أكاونت، بس خليه يكون شو بقولوا إليغانت هيك، رأس ما بعرف شو معناتها بالعربي، لاحظت من راسي راقي. أيوة برافو عليك، هيدي هي راقي، كل راقي بالنسبة لكم. فإذا
كل هيدي الديليما فينا نوقفها بمحل واحد، نحن ما منحط البرودكت لا انقر هنا ولا اذكر هنا ولا خد واحد واشتري واحد ببلاش ولدينا المعروض اليوم وبكرة ما بعرف شو فيه، يعني ما تحطوا هالاشياء، هيدول اشياء بتروح برايفت. فاذا نحن منحط ممكن نحط استخدام روتين اليومي مثل ما عم تعملوا انتو صبايا، عم تعملوا تيك توكس كتير حلوين، فيكم تحطوا هيك اشياء، فيكم تاخدوا شو عاملة مثلا، مثل بما انه ذكرنا لمي عطيف، فوتوا شوفوا كيف حطتهم، ما في لا قايلت لهم تعوا اشتروا، ولا قايلت لهم هيدا حقه هالقد، ولا قايله هيدا حق هيدا بيطلع لك خلص، ولا 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 شيء، حتى انفيكتس ما بعرف شو اسمه، نسيت شو اسمه، غير الاسم، حتى اسم يمكن التيم تعولة. فاذا هي كلها خبريه، ما تعملوا مثل غيركم، انتم عم تتضايقوا منهم، فتخيلوا انتم ما بدنا نرجع نوصل من فترة عم تنتشر مثلها مثل كورونا أو أسرع من كورونا، فما بدنا نكون بهيدا. عملوا نكتة، مزبوط عملوا نكتة، وقتها عملوا نكتة عليت لي على 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 جناس، صار في مجموعة من الأشخاص بالقعدة بالبيت بإيجيبت بيسكلي بمصر، صرنا نلاقي على الـ على الـ تحط هاشتاج تلاقي تحت جناس وجناس وجناس وجناس، ونحن نتناقش فيها على فكرة ونعيب يعني. طلعوا نكتة انه انتشرت اكتر من كورونا. فعشان هيك هي اصبط شيء، ما بعرف اذا وضحت لك الفكرة سيليا، واذا حدا عنده سؤال تاني بخصوص هيدا الموضوع. سيليا ضد على فكرة، هي شيء اجين، بس هي يمكن قصدها توضح هيدي الفكرة لاكتر من حدا، عشان هيك عرضت هيدي الفكرة، سو يمكن صارت اوضح. Yes. انا ضد هاي الفكره، وانا مع لمي عطيه شو عم تعمل on her account، مع ستيفانيا شو بتعمل، بتمسك الان بي وبتخده وبتطلع ميك اب ارتست بتجنن. انا مع انه نحن ما نعمل بزنس اكاونت، نضلنا على اكاونتنا نحن، هذا اللي كنت بدي اوصله، نعرف الناس انه فيكي اذا بدك تعملي ما بيأثر، بس تكوني شيء شو قلنا هيدي انيقه. عرفتي انه راقي بهذا الموضوع، ما هن بيحكوا عن، اكيد هن هلا صاروا برتب عالي، صاروا دايموند، بيعرفوا حالهم شو بدهم يحكوا، صار عندهم زباين بالملايين، بروسبكتس بالملايين، كل هدول نحن. بس انا مع انه ما ينفتح هيدا البزنس اكاونت للمبيعات لمنتجات جناس، اكيد هلا ما رح نقعد نخبطهم على ايديهم للناس ونقول لهم ما تعملوا هيك، بس انه انا اللي بقول انه كاتينا مثل رنا مثلا، رنا المصري لنحكي عن منا وفينا، رنا بعقد الاكاونت عندها، بتحط الستوريز، بتحط الريلز، بتحط برودكت جناس، بتحطهم بطريقه بتجنن، وعلى نفس الاكاونت بعد رنا المصري، يعني انا هيدا اللي بدي اياه، انه الناس تنتشر من خلال معارفنا، يعني تكونوا انتم البراند تبعيتكم، مثل ما بتقول تانيا نحن نكون البراندز بالضبط. يس. ومن حتى لو حطينا جناس، لانه صارت كل الناس تعرف جناس تقريبا، يعني اكيد ما بتعرف عن المنتجات بس تعرف عنها كشركه، انه اونلاين ماركتينج وهيك. وانا هيدا اللي انه بدي انه كل انسان يضل على طبيعته، يضل على نفس الاكاونت، ممكن يحاولوا بزنس اكاونت، بيكون في اوبشنز اكثر للسوشيال ميديا لننتشر اكثر البزنس اكاونت، بس انه يضلون على هيدا المنطق، انه انا رنا المصري، انا سيليا ثابت، وانا بعمل هيك، انا هادي زيتوني، انا مثل هادي مثلا، قديش الريلز بيعملون حلوين، القصص اللي بيحطون. سيليا فيكون بزنس اكاونت، بس يكون كمان في بالزبط. في انسان، في حدا 100%، يعني يكون اكاونت ويكون في مثلا حدا عم يطلع لايف، صاحب هيدا البيج، او يكون في تستيمونيالز، يكون في ناس حقيقيه عم يحكوا، يعني ما في ضرب بالموضوع ابدا. 100%، يعني مثل اكسبيرينس جناس شفتوها كيف عاملينها اكسلريت، عاملينها كتير راقيه، ما فيها بطريقه عاديه، فاذا حابين تعملوا شيء بيشبه هيدا الشيء ما حدا بيمنعكم، كل حتى واحد فينا نفعل ذا رويال تيم باي ثانيا، قالوا دولي ورانا بالبدايه، قالوا دولي ورانا بالبدايه، انتم عندكم كل شيء بين ايديكم، انتم الخيار لكم،
اعطوكم كل اللي بعرف، لاني عامل لنا مسلسل من السوشيال ميديا عاملينه حلقات، فحبيت كيف حاطين اليوم انه بلشوا لكم تو ريليت انه انتم اول خطواتكم، كيف انتم تقدروا تجمعوا اكثر نسبه من الناس وشو من البلاتفورم تبعوا. بتجنن. اي لاف يور انا اول مره بحضركم على فكره، بس اتس اميزنج اي لاف ات. يس عن جد حبيت، اكيد متشوقين كثير لنعرف الاسبوع الجاي شو حتكون الخبريه تاعتكم، لانه على طول بتفيدونا. ومثل ما هلا دولي من شوي انا على طول بحب اقتبس هيدي الكلمه لدولي، بس انتو ما تاخذوا الكره الارضيه واخر شيء تولعوا فيها، يعني خذوا الكره الارضيه وعندكم اختاروا. انا هلا كبدايه اصلا كنت مخبرتكم عم بقرا كتاب فيرست يير نتورك ماركتينج، بيقول لك خذ او ببداياتك خذ اثنين بلاتفورم ماكسيموم اثنين وركز عليهم، بعدين تنطلق للاشياء الثانيه. مثلا انا ما بعرف اعمل تيك توك والصراحه ما حفوت بهالمتاهه، مركزه انستا وفيس حاليا، شوي لقدام بركز شيء ثاني. ما تلخبطوا حالكم، خذوا الامور ببساطتها، اتس سمبل، ما تكلكعوهاش. ميرسي كثير كثير ليديز، وسوري اني قطشتكم. لا بالعكس، ميرسي لك دينا حبيباتي. حدا بعد عنده اي سؤال قبل ما سكر؟ Can I share something please؟ ايه يا سوري ما انتبهت. هاي هاي اول شيء ميرسي صبايا عسش عن جد كثير حلو. ليك انا بدي بس اقول رايي المتواضع. انت بتعرف دولي انا اول شيء بالنسبه لصفحه الانستغرام بتعرفي كانت اول شيء بزنس وشيء ما له علاقه بجناس اصلا، كانت كلها بيكينج وما بيكينج. ويو نو انه ريسنتلي، لانه في حدا حكى عن صفحه الانستغرام ريسنتلي، قلبتها لبيرسونال. واللي عملته هلا رح اطلع لايف واي هاف تو اكسبلين تو ماي كاستمرز، لانه انا ما بدي اخسر الفولورز تبعي، عشان هيك ما نقلت على محل تاني، بس بعتت مثل شورت، كتبت شورت باراجراف بعتت لكل الناس اللي بيهموني على الانستغرام، في ناس اللي بدي شيلها اوكي. وراح اطلع كمان لانه فيديو انه ليش انا تيفهم انه كنت بيكر وبعدين فجاه صرت بشي تاني، عرفتي؟ هاي اول شغله. تاني شيء انا من الناس اللي بتعرفوا بستعمل تيك توك كثير للبرودكتس اللي نحن بس ما بحط اسم الشركه ولا بجيب سيرة جناس ولا بركز على صورة الـ يعني قصدي على البرودكت نفسه بكون مكتوب جناس، بحاول قد ما فيه ضيعه بالتيك توك عشان ما يبين، ولا بجيب سيرة سعره ولا شيء. وفي ناس recently approaching me انه هن يعرفوا انا شو عم باخد، انه انا اللي عم بستعمله، عرفت كيف؟ حتى لما يسألوني عن السعر ما بجيب سيرة السعر دغري، بحكي برفع التليفون بحكي معهم ونتناقش بالبرودكت نفسه، لأنه بقولون لازم أنتوا تعرفوا أصلاً شو هو هيدا قبل ما تسألوني عن السعر، يعني أنه أنا هون مش لبيع، أنا هون لخبرك عن شو هيدا بدك تاخده أنت، بناسبك ما بناسبك، هيك هي القصة. فبس I'm just sharing أنه أنتوا بتعرفوا أنا من الناس اللي بشارك بحط بعمل تيك توكس عن برودكتس، بس لأنه أنا بستعملها وما بحط لا جناس ولا سعر ولا شيء ابدا. برافو، ثانك يو. كثير مهم انه بتدقي لهم وانك بتحكيهم وانك بتخبريهم انه انت منك بياعه، انه انت بتخبريهم انه بفيد، لانه هيدا هو هدفنا. لانه في ناس بيبعثوا لك دغري بيقولوا لك انه وير اي كان فايند ذس، هلا من يومين وير اي كان فايند ذس وهاو ماتش. فانا بس حدا يسالني هيك حدا بيستفزني انه انا مني بياعه اوكي. فبرفع التليفون وبتواصل يعني انه سوري بدك نحكي على الواتساب وتو اكسبلين، يعني لانه هي مش برودكت بينباع هيك بالماركت او حيلا محل انا اجي بيعه يعني. وهيدا أصلاً بالتريننج اللي احنا بنعمله بالتريننجز، وصدقوني أصلاً لما دغري تجوا تقولوا له أنا عندي هيدا الويب سايت بليز فوت عليه ما راح يشتري، بس لما تخبروه عن الفاليو، عن قيمة السابلمنت وكيف هو موجود وليش أنا عم صوره قد أنا مبسوطة فيه أوكي، أنا بستعمله كمان، رح يقدر القيمة ورح يخدها بجدية ورح يحب أنه يجرب. بس أنه إيه، نحن عن جد نكون عم نسوي بس لنبيع ونجيب مصاري، هيدا مش نحن. و this is good, a very good example رانيا. Thank you. حدا تاني بعد؟ هاي صبايا.
يا هلا. أنا أريج معكم، ماني جديدة بس ماني قديمة، لي سنة أو سنتين، لا أنا جديدة نوعا ما. أهلا سؤال. في سؤال صغير هلا، في بنات على الفيسبوك منزلين انه نحن عم نستعمل النقاله واذا بتحبوا حقه 30 يورو تمام. فبصراحه انا استفزتني هي الشغله بشكل ما طبيعي. عملتي ممكن... مشكل؟ نعم عملتي مشكل؟ لا ما عملت مشكل لسه لسه هي قاعده. لا هلا ما سويت شيء، عملت بلاج اول شيء كومنت فورا، بس انه شو ميشان انه شو ممكن اعمل معهم؟ ما تعملي معهم شيء وما تعملي مثلهم، عملي مثلنا، هيدا المطلوب منك. ما هو انا لو بدي اعمل مثلهم ما اجي تحكيت، بس انه النقاله ب 30 يورو اوكي. شو تنشي على الموضوع، عندهم ابلاينز، اذا الابلاينز تبعولهم هن هيك بيشتغلوا فمعناتها هن هيك بيشتغلوا. بدكم تعرفوا انه نحن مجتمع، نحن جناس ديستريبيوترز فاوندرز امباسادرز، نحن مجتمع مثل المجتمع اللبناني. هلا بيجي شخص ما بحب اللبنانيه مثلا، معلش عم بحكي عن اللبنانيه لانه اكزامبل، يعني بيجي بيقول اللبنانيه ما لهم منيح، ما بحبوا بعض، ما بحبوا بلدهم، ما بحبوا كذا. هلا كلنا نحن هيك اكيد لا، رح تسمعوا عن هتسمعوا عن كتير أشخاص حيجوا يقولوا جناس ديستريبيوترز بيستغلوا السوشيال ميديا، بيطلعوا بحطوا أسعار، بيعلوا بينزلوا على ذوقهم. هل نحن كلنا هيك؟ أكيد لا، الحال من بعضه بكل شيء. وانس يكون في سوسايتي وفي مخ وفي ترينينج وفي كلينلينس وفي صح، أكيد نحن رح نفوت فيه. ووقت يكون في غلط رح نسمع عنه لأنه موجود، ولأنه كل شيء بالحياة في هيك وفي هيك، ومثل ما قالت دولي نحن اللي مننقي ومننا نكون. سو نحن ما مننتمي لهيدا المجتمع الغلط اللي هني عم بيطبقوا، وبالتالي ما رح نستعمله ولا رح. الأفضل شيء إنه نطنشلهم، لأنه بالنهاية نحن اللي رح نوصل مش هني. أوكي حيحطوا هيدا البوست كل يوم على كل الوول، وبس الأشخاص اللي يمكن اللي ما بهمهم قيمة المتمم الغذائي وشو بيعمل هن اللي رح يشتروه. اوكي وبالنسبه لحدا عم يسال، ميرسي يا اريج، في شيء تاني بعد؟ لا لا شكرا، ميرسي لك. وفي حدا عم يسال كيف نحكي وكيف نتواصل، يمكن انتم جداد، في عنا بيج على الواتساب جروب اسمه سوشيال ميديا ديفلوبمنت، ففينا نبعث اللينك نرجع مره تانية وتفوتوا سوشيال ميديا ديفلوبمنت وتفوتوا تسالوا اي سؤال بدكم اياه، او انا ورنا يعني ارقامنا متاحه قدام الجميع، في اي حدا يسالنا. ومش بس نحن طبعا، في صبايا كتير اكسبرت بالسوشيال ميديا، عنا دينا وعنا رنا وعنا رانيا وغيرهم صبايا كتار ما شاء الله عنهم. فشو بتعوزوا اي سؤال نحن حاضرين. اوكي بعد في حدا بده يسال؟ حسام بدك تقول شيء؟ حسام مبروك الرانك اول شيء. Thank you. بدي أسأل شغلة عم بعملها أنا، بدي أسأل إذا right or wrong. مثلاً أنا بتابع حاطط يعني لايك إذا بدك للبيجز تبع دانلوك تبع دانيان تبع كل هول الناس اللي فينا نقول انتربرنور هلا هم. بعض الأحيان ببين عندي على نيوز فيد إنه حدا من فريندز تبعي ممكن أنا بكون أنا تاركه أو مش حكي معه، أو في منهم حكي معه أوريدي كرمال جناس بحطوا لايك على هيدا البوست تبع دانلوك مثلاً أو تبع أي حدا إكسامبل. هون أنا عبفوت بحكيهم برايفت، فوت على الماسنجر مثلاً بحكي معهم، وفي ناس منهم ما بعرفهم، في ناس actually في ناس ما بعرفهم بيكونوا فايتين وحاطين هيك شيء، وبفوت أنا بحكي معهم على البرايفت على الماسنجر يعني. وكمان يعني في بعض الأحيان ما دغري، أكيد ما دغري لما بفوت بحكي على الماسنجر بسلم عليهم كذا، ممكن بعد يوم أو يومين ببعت له عم شوفك كتير عم بتحط لايك على دانلوك مثلاً أو على ما بعرف مين، شو بيعني لك هذا الشيء؟ هل هذا الشيء صح أنا بعمله ولا هو غلط؟
يعني انت هاي طريقة من الطرق اللي عم تواصل فيها مع هول الأشخاص، انت ما عم تسأله شيء تاني، يعني انت ما عم بت عادي عم تقول له شو بيعني لك هذا الشخص، انت بتتابعه ليش بتتابعه، عادي يعني عم تفتح حديث مع صديقك او مع شخص غريب، ما هيك؟ ولا صديقك، حدا من أصدقائك. ممكن منهم أصدقاء ومنهم غير. مش غلط أبدا. أنت عادي يعني. هاي طريقة من الطرق اللي بدنا نبلش نحول فيها الكولد ماركت لورم ماركت. يعني ما ضروري دغري، يعني نحن عادة ما دغري ندعي على انفيتيشن أو نخبر على المشروع، بنقرب هالعلاقات، يعني أنت في شيء إن كومن بينك وبين هذا الشخص. ففيك تتناقش أنت وياه، والله حضرت له تريننج هذاك النهار بجنن، أو مثلا قريت له هيدا الكوت هذاك النهار، أو منزل فيديو رائع رح أبعت لك إياه. بصير في بيناتكم شوية تطفى العلاقة وبتدعي. أنا عندي شخص كتير هذا يعني هلأ عم تابع معه، بالصدفة شفته عند عامل أكثر من مرة لايك لدانلو، هو مهندس ديكور يعني انتيريال ديزاينر. فدت بعثت له مسج على الماسنجر وقلت له عم تابع بشوفك كثير عم تحط لايك لهيدا، شو بيعني لك؟ شو بيعني لك؟ قال لي ما انا هيك ماما بكون قاعد اوقات على السوشيال ميديا بشوف، عجبني. قلت له طب ليك شو رايك بدي اعطيك، يعني هي من الافكار اللي بعملها، يعني بدي ابعث لك شيء مثلا درايس انتربرنور مثلا، شيء كمان كثير بخليك بنفس هيدا التوناليتي اللي انت عم تفكر فيها. يلا قولي لي نو واي. وقف رايز اوف انتربرنور بنبعته، بس تحضر ويبينار، خلص ويبينار بنبعت هيك اول علاقه دغري بتبعت له رايز اوف انتربرنور بهج منك بعمل لك بلوك. اول علاقه صور الجليد، شوف الكومن انت وياه بنفس الصفحه، وعجبني هذا الفيديو اللي رح ابعث لك اياه، شو رايك شوفك شي نهار، شو رايك دق لك شي نهار افتح فيديو كل انت وياه، اكيد مره على مره يعني صور الجليد رح يسالك انت شو بتعمل، بس يسالك انت شو بتعمل بكر الحديث. انا حابب افرجيك انا شو بعمل، بس ما بتبعث له رايز اوف انتربرنور من دون ما يحضر بس انا بقول انا ليش عملت هيك، لانه هو اوريدي عم بيشوف شيء حدا ناجح بال انا فهمت علي يا رنا لحسام، بس انا ما قصدي هيك، انا عم بحكي عن الستبس اللي احنا بنطبقهم. اوكي هو على النورمال بيبل، على الناس اللي مش بهيدا المجال، يعني هذا شخص اوريدي فايت اكثر من مره حاضر فيديو لدانلوك بالتحديد. أوكي. مزبوط. طيب اوكي، بس ما هو انت بدك تاخده لعندك على حياتك انت، رانا انا فهمت شو قصده حسام عم بيقول انه هو لما بياخده يعطي مع هذا الشخص لقى في عندهم اهتمامات مشتركه اللي خاصه بهود الاشخاص الانتربرينورز او الاشخاص اللي الموتيفيشنال سبيكرز، فهو بطريقه من الطرق عم بيكسر الجليد معه. ففيديو رايز اوف انتربرينور موجود يعني وين ما كان، متناول الجميع، بمتناول فهو بهي الطريقه بفرجي انه ليك والله انا حضرت هيدا الفيديو وعجبني، شو رايك تحضره؟ يعني عم بيحط قدام بينه وبينه شيء مشترك يتناقشوا فيه. يعني انا فهمت غلط، فكرت عم بيقول انه انا قاعد هيك قلت يلا ببعث لك هيك سمعت. لا لا عم اقول ايه ففي في فينا بهيدي الطريقه نكسر الجليد بيننا وبين الاشخاص، ويمكن بعدين لما تعمل له انفيتيشن ساعتها مثل ما قلت رنا بتاكد له انه هيدا الفيديو الشخص اللي عامله هو اريك واري، اللي هو نحن اكثر شخص بنحضر معه تريننجز، نحن كوننا بيجناس وبالتيم بالرويال تيم محطوطين قدام مع هيك اشخاص نقدر نحضر له تريننج. رايز اوف انتربرينور هو واحد من المدربين اللي نحن نتعلم على ايده، ففيك تحضروا اي فيديو بدك اياه. اوكي جريت. في بعد موضوع تاني هلا عملته كمان، ما بعرف يعني اذا كان الطريقه صح ولا غلط، بس هيدا هلا كان بيحصل معي قبل شوي. حدا هي من ضيعتي بس عايشه بكاليفورنيا، اوكي عندها بزنس اكاونت على الفيسبوك، عامل لها لايك انا لانه بتحط شيء كثير موتيفيشن، كثير بروفيشنال، هي ما بتحط شو عم تعمل ابدا. لما حكيتها على الماسنجر دغري بعثت لي مسج وهيك تعرفنا على بعض، انا ما بعرفها نهائيا، هي من ضيعتي ايه بس ما بعرفها. بعثت لي قلت لها عم بحطك ايش، عم بشوفك بتحطي ايش موتيفيشن وهيك،
قالت لي ايه اوكي بهمك تعرف شو بنعمل وهذا، المهم بعثت لي لينك وقالت لي في ويبينار فيك تفوت تحضر وتتعرف، يعني مثل ما اسلوبنا نحن ما بنحكي تفاصيل. قلت لها اوكي اذا هيك لكان خلص بدي انت تحضرين الويبينار تبعي انا احضرك الويبينار تبعي. بذات اللحظه هذا بعدنا باول مكالمه يعني ماشي. قالت لي ليش انت قلت لها بشتغل نتورك ماركتنج صراحه، بما انه انت بنفس المجال فينا نحكي بهالاسلوب يعني. قالت لي فاين، قلت لها بس بروميس مي يعني بتحضر الويبينار تبعي بحضر تبعك. اوكي اتفقنا على الوقت وبلشنا نحضر سوا. سو هلا بدي اعمل فولو اب معها. كثير حلو. ايه انه حسيت انت انه غريب يعني انه عادي انه هي انت باي ذا واي باي ذا واي هن بيبيعوا تريننجز، طلعوا بيبيعوا بس تريننجز وبيدلوا العالم انه انت لازم توجد برودكت قوي وبيدربوك على طريقة كيف بتجيب الناس وبيدربوك على طريقة هاي، بس هني كل همهم يبيعونا للتريننج بعدين بالعم بحضروا كنا صحيح. So it's related يعني دايركت سيلينج موجود بكتير بشركات هائلة يعني مش بس جوناس وهالكم شركة اللي نحن نعرفها. بس فيني بونسوار فيني بس أعطي رأيي بالموضوع. تفضلي يلا. طبعاً. كل شركة بتبيعك بس تريننج، بتبيعك بس برودكت ما بيستعمل اتسترا، هدول كلياتهم نحن بنحطهم بخانة البيراميد. هلا يمكن ما تكون بيراميد 100% بس ما في شيء من وراها برودكت يستهلك او ما في شيء انت بتقدر من وراه تكبر او توسع او يصير عندك زبونات او انت تستهلك اكثر من مرة، هدول الشركات لا نثق بهم ابدا. صح بس هني ما بيشتغلوا نتورك، هني حاليا ما بيشتغلوا نتورك، هي بتشتغل كوميشن من خلال اذا بتبيع هذا، بيطلع لها كوميشن اذا بتبيع هذا التريننج. هيدي هي البيراميد سكيما. وقت انا بس علي بيع هذا الشخص لوسع لشخص ثاني وشخص ثالث وشخص رابع، اول مره بتبيعك بعدين بتقول لك تعال تقول لك اذا انت كمان انت بتبيع لي انا بعطيك عليها. اوكي فهمت شو بقصد؟ ما ممكن هدول الشركات هدول الشركات مثل الشركات اللي بتشتغل بالفوركس، بس مش هن الفوركس، هن اللي بيشتغلوا على اساس عم بيساعدوك للفوركس. الفوركس منا غلط، بس هالشركات اللي عم تستخدم الفوركس تتدخل مع اشخاص وهالاشخاص هن يشتغلوا للفوركس بطريقه اكيد مش ديركت، هيدي الشركات مش مزبوطه لانها هي عم تستغل الاشخاص. نفس الشيء انا عم بيعك بس انك انت تيجي تتدرب بس تدريب لا اكثر لا اقل، وغيرك شايفه غيرك وشايفه غيرك وعم تاخذ كوميسيون، يمكن بعدين انت تصير معهم بتقول لهم انا بدبر لكم واعمل كوميسيون. اوكي يعني اذا هي عم تشتغل على لا ثقه فيها هو الشركات ما فيهم. اوكي يعني انا بس منشان ما يصير مس اندرستاندينج، اذا هي عم تشتغل على هالاسلوب يعني رح تقول لي بدك تجيب حدا بعدين، بفهم انه هي عم تشتغل بيراميد عم تشتغل سكيم مزبوط. بس مزبوط. اذا هي موظفه بالشركه وبيطلع لها كوميشن وعامله هذا الشيء صار شيء ثاني. اذا وظيفه شيء ثاني اوكي اي جت اوكي ثانك يو يو ويلكم. يا هلا عايز ضلي فلت ضلي يمكن قطعت عند الكهرباء لانه بيسكلي صارت الساعه 12 اصلا. نحن انبسطنا فيكم كثير رنا قبل ما تختمي حبي بس لفتني شغلي عشان قبل ما تختمي بس لانه بدي اقول له لمستر حسام الطريقه اللي حيعمل فولو اب معها للدوموزيل او ما بعرف حسب ما فهمت هي تعرف شو خد منا يعني بس انت ابدا الحديث واسألها الا فهمت منكم انه انتم بتبيعوا 1 2 3 شو قصدك يعني لوين بدك توصل يدلك روح أسئلة معاها لتوصل لمحل تقارن لها الا بس هيدي معناتها مثل ما قلت لك مدام نوال بس اذا انتم بس بتبيعوا هيك فاذا انتم يعني هيدي بتتصنف يعني انتم عم بيعوا شيء مش واضح انما طب هيدا بينباع مره للتريننج كم مره بدك تبيع تريننج لنفس الشخص ضلك انت اسال انت كن القائد بالسؤال بس هيدي قلت لحتى هيك وطبعا بس توصل لمحل والله. انت مزبوط هيك بتوضح اصلا الفكره كلها وبتعرف انت والله
هيدا اكزاكتلي هيدا النوتس اللي حاططهم قدامي انا الاسئله بدي اسالها اياهم حاططهم هول اكزاكتلي انت يس نحن انتقلنا هلا سيشن فولو اب بس لانه عرض الفكره حبينا نكفي معك عشان ما تخسر اللي ممكن تكون بروسبكت تقدر انت توصلها لمحل مثل ما جبت حدا من ذا موست باورفول وومن جبت حدا معك وسجلته so you can do it هيئتك ما انا في الا شغله في الا شغله انت فيك تدخلي بجناس والاشخاص اللي حتدخليه معك بجناس روحي تعين هذا التريننج كمان so you can do it double يعني لا لا ما تعرض هيك افكار لا 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 ما بعمرك ما تقدم شيء هلا انت بمرحله الفولو اب الفيرست اكسبوجر خد الاشياء منا خد الاسئله منا يو نو ما تقدم لما تقول لها فيكي تعملي واحد اثنين ثلاثه اشياء انه تخليها تخلط اشياء ببعضها عرفت بعدين اذا بدك تحت الهواء وي ار ريدي اكيد تو هيلب بس هيك حبيت اقول لك هيك ميرسي صبايا ميرسي رنا ميرسي دولي مرسي دولي با ايه انا رجعت رحت الكهرباء في اي شيء استفسار او حدا بده يحكي اي كلمه قبل ما نسكر لانه تخطينا الوقت المسموح ب ساعه زياده طولنا اوكي اشوف بس بالشات اذا في اوكي مرسي زكار على المتابعه كل الوقت وبدي اقول لك الفيديو اللي عملته انت وحنان بعقد كتير عفوي كتير مهضوم كتير حلو يعني كنا عم نحكي إن واحد قد ايه فيه يكون قريب للقلب وهيك الفيديو تبعكم كان كتير حلو البروموتينج هيدا بس تنويه يعني بس هيك اوكي طيب مرسي لكم مرسي للكل تبعنا لهالوقت واذا عندكم اي سؤال اي استفسار ثانك يو صبايا بتعقدوا مثل دايما مرسي كتير مرسي نوال كلك ذوق وإذا حدا بده يحكينا في الجروب وفينا برايفت وبليز تبقوا شاركونا أنتوا شو حابين تعرفوا أكتر يعني نحن صحيح ماشيين هلأ بحلقات مثل ما قال الدينا لأنه أوريدي القصص البيزك خلصنا حكيناها كتير مطولا بس برضو في ناس جديد دايما في ناس جديد عم تنضم فأي شيء بتحبوا نحكي عنه بواحد من السيشن زيارات تخبرونا اوكي او تسالونا برايفت يعني نحن بنجاوب يس حابه تضيف اي شيء رنا ميرسي ميرسي لانا كلك صوت ميرسي يلا تصبحوا على خير وان شاء الله نشوفكم بكره الصبح اذا الله رد